مساء الخير. مساء الخير على جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير على عشاء الكيان. أهلا بيكم، حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير، حلقة يوم الخميس إن شاء الله تكون حلقة مميزة. هنتكلم في أكتر من ملف مهم وافتكر بيشغل بال جماهير كتير جدا، جماهير النادي الاهلي. البيت الكبير النهارده بيت كل الاهلاويه، وده اللي دايما بنوعدكم باستمرار، ان احنا بنعتبر نفسنا نبض كل اهلاوي، عارفين بتفكروا في ايه، عارفين ايه اللي بتهتموا بيه، ايه اللي شاغلكم. علشان كده دايما دايما ما بنؤكد ان احنا على وعدنا، بنؤكد على وعدنا، وعدنا لحضراتكم ان احنا نكون دايما باستمرار عند حسن ظنكم، نقدم المفيد، مش اي حاجه تجرنا للبعض اللي عايز يجرنا فيه. النهارده ان شاء الله هنكون معاكم من 10 الواحدة. الفقره الاولى هكون مع احمد ثابت. انا عارفه ان احمد ثابت محلل رائع، في ناس كتيره جدا بتستناه، وفقره مهمه جدا حضراتكم يعني بتسعدوا بيها. هنتكلم عن كل بقى التفاصيل الفتره اللي جايه، والخاصه طبعا بمباراه الاهلي والزمالك في الفاينل، نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بإذن الله يوم 27 الشهر. كمان النهاردة هيكون معنا في الفقرة الحوارية الثانية نجم أهلاوي متألق، يمكن بقاله فترة كبيرة جدا ما ظهرش على الشاشات وما جاش قناة الأهلي تحديدا. النهاردة مشرفنا في بيته الكبير الكابتن محمد عامر، واحد طبعا من أبرز وأهم نجوم فريق النادي الأهلي. إن شاء الله هنتكلم معاه في كل موضوعاتنا اللي بتشغل يعني بالنا في الفترة دي. عايزه ارحب بزميلي هاني رمزي. مساء الخير يا سهام. اهلا بيك يا سهام، مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا زي ما احنا قلنا النهارده الخميس دي اخر حلقات الاسبوع عندنا هنا في البيت الكبير، ان شاء الله تكون حلقه مميزه، هنحاول بقدر الامكان انها يكون شكلها مختلف شويه، يعني احنا خلاص كمان الجماهير كلها بتفكر في مباراه نادي الزمالك، المباراه النهائيه. يعني عايزين نعرف يعني ونتكلم عن الموضوع ده يمكن بنوع من الهدوء شويه. طبعا امبارح الزمالك نجح انه يتخطى الوداد بشكل مميز جدا، فاز عليه ذهابا وايابا، وطبعا تاهل للمباراه النهائيه مع النادي الاهلي ان شاء الله يوم 27 في استاد برج العرب. طبعا الجزئيه دي كلنا هي عارفين انها مباراه، اكيد مباراه مهمه جدا، يعني مش عارف. والكلام ده انا قلته امبارح، مباراه مهمه والنادي الاهلي قادر، عندنا ثقه في الجهاز الفني، عندنا ثقه في اللاعبين، عندنا ثقه في الاداره. عايزين كمان احنا من هنا من البيت الكبير وحضراتكم الجماهير يكون الطبيعي ان احنا بنساند النادي الاهلي، بنديله الثقه، مش عايزين يبقى في نوع من انواع الضغوط الزياده. مباراه مهمه جدا وكلنا منتظرينها، دايما بنقول النادي الاهلي هو البطل، والبطل دايما يا جماعه ما بيبصش هيلاعب مين. كان اتفرجنا على مباراه الزمالك والرجاء عشان نستنى مين هنلعبه، علامه استفهام بس هي اللي كانت محطوطه، لكن علشان ان شاء الله تفوز بالبطوله لازم تدوس في اي حد، والنادي الاهلي قادر على الكلام ده. موسيماني قادر، واحنا شفناه من اول ما جه افكاره التدريبيه، طموحاته، اكيد عندنا ثقه في الكلام دوت. هو كمان شخصيه متزنه جدا، عندنا ثقه في لاعبتنا، عندنا ثقه كمان في جماهيرنا اللي مش هتحط ضغوط كبيره على اللاعبين، ده مهم جدا. يعني انا كنت في وقت من الاوقات لاعب، الضغوط الكتيره صدقوني ممكن تجيب نتيجه عكسيه. احنا بنشجع نادينا وعندنا ثقة في لاعبتنا وعارفين ان نادي الزمالك نادي كبير، نادي الزمالك في فورمة ممتازة، النادي الاهلي في فورمة ممتازة، لقاءات القطبين دايما ليها حسابات خاصة، لكن بهدوء، الاكثر هدوءا والاكثر تركيزا والاكثر احتراما للخصم والاكثر تصميما على الفوز، ان شاء الله يكون هو الفائز ويكون هو النادي الاهلي اللي احنا متعودين على الكلام دوت، النادي الاهلي متعود على الكلام دوت. فخلينا نتكلم يا سهام بكل هدوء، احنا مستنيين مباراه كبيره، عندنا امل كبير جدا، باللاعب منافس قوي، لكن احنا كمان واجب علينا ان احنا نسند سبورت لفرقتنا لجهازنا الفني. بنشجعهم، واللعيبه انا عارف اللعيبه عندها احساس كبير جدا بالمسؤوليه، فخلينا نشتغل بهدوء الفتره اللي جايه، خلينا نتكلم بهدوء. بنساعد سبورت اللعيبه، الثقه موجوده، لكن زي ما بقول في فرق ما بين الثقه
وما بين الغرور، في فرق ما بين انك بتدعم كويس وانك تكبر متأكد. الموضوع لا وان انت متاكد 90 دقيقة قتال ان شاء الله، ولو استمرت كمان 120 احنا ولو استمرت قدها يعني. طبعا انا متاكده باذن الله يا رب إن شاء باذن الله. الله ان شاء الله فريقنا هيفرحنا باذن الله. البطوله ديت يعني يمكن البطوله الافريقيه حلم، وحلم كبير ومهم جدا لكل اهلاوي، بالذات في الفتره دي اكيد فرحه يعني لا هتبقى قبلها ولا بعدها. اي واحد مهما كانت مشاكله النهارده بمجرد التتويج باللقب يوم 27 هينسى كل حاجه وهيفرح، ويمكن هيحتفل يعني على مدار سنتين قدام. فالنهارده انت الحاله المزاجيه انتوا اللي مسؤولين عنها، فريقنا بقياده طبعا مستر بيتسو موسيماني. النهارده بننتظر البطوله دي لانها زي ما قلت هتكون بطوله من نوع خاص مع طبعا فريق نادي الزمالك، فريق كبير، وانت عديت بظروف وعديت بمشاكل وعديت بأزمات، فهي مختلفة ومن نوع خاص في كل أنواعها، يعني من كل ناحية. صحيح. هي فعلا بطولة من نوع خاص، وختمها فوز الزمالك على الترجي امبارح، فده ليه متعة خاصة وكورة خاصة ومشاهدة خاصة. فإن شاء الله هم يمتعونا بالمباراة دي ونحصل على لقب، لأنه الأهلي فعلا زي ما الجماهير قالت وبتقول دايما هو الحياة والروح، دي فعلا حقيقة مش مبالغة، بجد مش مبالغة. أنا هنا يمكن عايزة أتكلم في نقطتين. النقطة الأولى عايزة أقول لمسؤولي اتحاد الكورة الأفريقي كاف أن أنت النهاردة لو بتفكر في الاقتراح اللي تم تقديمه من اللجنة الطبية في اتحاد الكورة هنا في مصر بأن في عدد من الجمهور يحضر في نهائي بطولة أفريقيا، يا ريت. إحنا هنا عملنا خطة شاملة فيها كل حاجة، الإجراءات الاحترازية يمكن كمان إن شاء الله ممكن تكون دي تجربة ناجحة ممكن العالم كله يستفيد منها، وخاصة قارة أفريقيا. مصر دايما رائدة، دايما سباقة، وعندنا دايما يمكن يعني أمل في عودة الجماهير مرة تانية. تخيلوا معايا كده يوم 27 نوفمبر نهائي البطولة الأفريقية في مصر، في مصر أم الدنيا، وتحت أنظار العالم كله مش بس أفريقيا، لأنه هيكون في الحقيقة متابعة علشان تعرف مين البطل، مين هيمثل أفريقيا، مين بطل أفريقيا. تخيلوا بقى الرسالة اللي هتوصل للعالم دي كله في وجود جماهير حاضرة لنهائي البطولة الأفريقية. أنا بتمنى ده تأكيد واضح وصريح أنه مصر فعلا بلد الأمن وبلد الأمان. وعلى فكرة برضو إمكانية أن يكون في جماهير في النهائي ده أمر مش مستحيل ولا أمر صعب، لكن فكرة محتاجة لدراسة وممكن أنها تتحقق على أرض الواقع وبسهولة جدا. أتمنى من كاف، وزي ما سمعنا يمكن في بعض وسائل الإعلام أنه بيدرس حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال أفريقيا. الحقيقة النقطة الثانية برضو اللي عايزة أتكلم فيها هي أنه الأهلي دايما لما بيتكلم عن حاجة، واحنا بقى بنختم الدورة اهو، لما الاهلي بيقترح حاجة او بيقدم مقترح يهم الكورة المصرية، ده ما بيكونش لمصلحته الشخصية هو فقط، ما بيكونش لمصلحته الخاصة، بيكون بيقصد بيها مصلحة الجميع، مصلحة الكل. النهاردة الاهلي ومجلس إدارة النادي الاهلي لما بيتمسك وبيصمم على قرار بيكون عارف كويس انه هو الاصح، وبيكون عارف انه لصالح الجميع، مش بيصمم على رأي من أجل مصلحته هو وفقط. أنا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده علشان حضراتكم تقيموا النهاردة الفترة دي أو التجربة دي، تجربة دوري كورونا، القرار الحكيم من قبل الدولة اللي صممت على أنها تستأنف الدوري مرة تانية رغم كورونا، رغم تعرضنا لهجوم من الجميع أنه زي الأهلي مصمم، ازاي الاهلي يتمسك بعوده استئناف الدوري، ازاي الاهلي يلعب في الظروف دي. النهارده الظروف ديت انا عايز اسال سؤال، الظروف ديت فادت مين غير النادي الاهلي؟ فادت مين الظروف دي؟ الفتره اللي فاتت تم السيطره على جائحه كورونا الحمد لله بفضل مجهودات طبعا قويه جدا من كل مؤسسات الدوله والاجهزه الطبيه اللي بنوجه لهم الشكر النهارده مع ختام الموسم ده، كل التحيه والتقدير. وفي الوقت نفسه كل الأندية استفادت من هذا القرار،
شفنا الزمالك امبارح قدر انه يتأهل لنهائي دوري ابطال افريقيا علشان الاجهز فنيا وبدنيا من الرجاء، وده يمكن علشان الدوري عندنا اتلعب وانتظم واستفاد من هذا الموضوع. بيراميدز استفاد من الموضوع وتألق مع نهضة بركان في الكونفدرالية، كل اللعيبة، كل المربع كله استفاد، المقاولين استفاد، كل الأندية استفادت، بس المباراة على الهواء الكل استفاد منه. فده اللي عايز أقوله وأفكر بيه الناس النهاردة اللي كانت معترضة على عودة استئناف الدوري، وإحنا النهاردة بنفنش موسم صحيح صعيب. لا طبعا لا صعب، يعني خلينا نتكلم هو النادي الأهلي كده، وخلونا نرجع بس للذاكرة ورا شوية، أن النادي الأهلي لما بيتكلم للمصلحة العامة. النادي الأهلي عمره ما اتكلم لمصلحته الشخصية، وكان أكبر دليل استكمال هذا الموسم هذا الدوري بقيادة النادي الأهلي، وكان معاه بعض الأندية لكن الأغلبية العظمى كانوا بيقولوا لا بلاش دوري. تخيلوا ما كانش في دوري، طيب احنا اسهام اتكلمت على كل الفرق المصريه، بنتكلم على الاهلي والزمالك، وبنتكلم على بيراميدز، بنتكلم على المقاولين اللي هيرجع تاني للقاره الافريقيه، بنتكلم على منتخب مصر. تخيل منتخب مصر دلوقتي بيتجمع دلوقتي وعنده ماتشين من اهم ما يمكن، الماتشين دول ممكن يأهلونا، ممكن يخرجونا. تخيل ان اللعيبه ديت ما بتلعبش دوري وداخله معسكر، دخلت معسكر النهارده، الحاله البدنيه هتكون عامله ازاي؟ الحاله النفسيه هتكون عامله ازاي؟ فلما بنتكلم على النادي الاهلي انه كان مصمم مع طبعا قرار رائع للدوله باستئناف الدوري، ده كان قرار رائع. لو رجعنا ورا ونقول ان النادي الاهلي هو دايما سباق، النادي الاهلي دايما بتكلم بيشتغل باحترافيه، النادي الاهلي دايما بيبص لقدام، النادي الاهلي دايما عنده يعني لونج فيجن طويل. نفتكر النادي الاهلي هو تقريبا اول نادي، طبعا الكابتن حسن حمدي كان عمل اجتماع كبير جدا على مستوى الاتحاد الانجليزي عشان رابطه الانديه المحترفه، الكلام دوت بيتكلم في من سنين طويله، وما زال النادي الاهلي بيسعى لهذه الخطوه انها خطوه احترافيه كبيره جدا جدا. بنتكلم على النادي الاهلي والمؤسسه اللي سندت الدوله بشكل اكتر من رائع في كل المواقف، النادي الاهلي كان السباق ان هو لازم عوده الدوري يا جماعه ولازم نشتغل. فعايز اقول ده مش جديد على النادي الاهلي، ودوت دايما بنتكلم اهلاويه وبنحب ان النادي الاهلي، لكن كمان في مصداقيه، في احترافيه. فكمان ده زي ما قلت ده كانت استفاده للمنتخب، منتخب مصر النهارده عنده تجمع، كان في مؤتمر صحفي مهم جدا النهارده للكابتن حسام البدري، وكمان كان معاه الكابتن محمد بركات مدير المنتخب، كان بيتكلموا اكيد عن المرحله الجايه لاستعداد لماتشين، ماتشين في توجو، الماتش الاولاني يوم 14 ان شاء الله، الماتش الثاني يوم 17، ده المؤهل للبطوله الافريقيه. بنتمنى اكيد كل التوفيق لمنتخبنا القومي وكل الدعم وكل المؤازره لمنتخبنا في الفتره اللي جايه، احنا عارفين انها فتره مهمه جدا جدا. وانا يعني انا على المستوى الشخصي كنت شغال في المنتخب في الفتره السابقه، وعارف قد ايه الضغوط على الأجهزة الفنية، وعارف قد إيه إن الجماهير كان نفسها في البطولة الأفريقية، وللأسف يعني خرجنا فيها بشكل غير لائق، وده كمان بيحمل الكابتن حسام البدري مسؤولية كبيرة جدا جدا. لكن يعني دايما بنقول إن احنا سبورت لكل لمنتخب مصر، سبورت اللعيبة، سبورت الكابتن حسام وجهازه الفني، عشان نمر إن شاء الله بالماتشين بتوع توجو، ونكون طبعا طبيعي جدا إن شاء الله نكون احنا موجودين في البطولة الأفريقية يعني القادمة بإذن الله. بإذن الله المنتخب يفيد المنتخب الوطني زي ما انت قلت، والاولمبي وبطوله الكاس اكيد، وكابتن شوقي طبعا كل دوت يعني كل دي استفاده كبيره جدا جدا بتعود على الكره المصريه. وزي ما قلنا دايما القرار، ودايما النادي الاهلي سباق، وده دلوقتي الناس كلها حاسه بيه، والناس كلها يعني بيقولوا كده ختموا او بصموا بالعشره على هذا القرار. ويا رب ان شاء الله كلنا طموح وكلنا امال، اولا على مستوى المنتخب، وان شاء الله طبعا على مستوى الـ القارة السمراء والبطولة الغالية علينا ان شاء الله باذن الله. الافريقية باذن الله. يعني هنروح بقى من المنتخب للنادي الاهلي. المنتخب طبعا نروح للنادي الاهلي طبعا بيستعد بكل قوة، طبعا بنستأنف تدريباتنا ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، خدنا راحة، كان اللعيبة يعني محتاجة هذه الراحة، الموسيماني اعطاها للعيبة طبعا بعد الفوز على طلائع الجيش في نهاية مسابقة الدوري الممتاز. معانا تقرير، نشوف تقرير عن عودة المارد الاحمر لتدريباته استعدادا ان شاء الله للمباراة يوم 27 نوفمبر.
كيان، الاهلي رمز، الاهلي عزيمه، الاهلي الكبير، الاهلي العظيم، الاهلي زعيم افريقيا، الاهلي بطل افريقيا، الاهلي ملك افريقيا. لا وقت للراحة، شعار رفعه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعدادا للتحديات التي تنتظره في الفترة المقبلة، سواء في بطولة كأس مصر أو الموقعة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2019-2020. ورسم الأهلي بورتري رائع في مباراة الدور قبل النهائي بعد أن تغلب على منافسه الوداد البيضاوي المغربي ذهابا وإيابا ليحجز مقعده بكل جدارة واستحقاق في المباراة النهائية للبطولة القارية التي يترقبها عشاقه ويهتفون دائما للاعبين التاسعة يا أهلي. وعقب مباراة الإياب التي انتصر فيها الأهلي على بطل المغرب بنتيجة 3-1، منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لاعبي الفريق راحة لمدة 6 أيام من أجل التقاط الأنفاس بعد موسم شاق وطويل على الصعيدين المحلي والقاري، وينتظر أن يستأنف الفريق تدريباته من جديد يوم السبت المقبل وسط حالة من الجدية والتركيز والابتعاد عن كل المؤثرات التي قد تشتت تركيز اللاعبين، وذلك قبل 20 يوما من المباراة النهائية للبطولة أمام الزمالك. وضع بيتسو موسيماني خطة متكاملة من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين وجاهزيتهم الفنية والبدنية في الفترة الحالية، خاصة مع طول الفترة بين مباراة الأهلي الأخيرة أمام الوداد والمباراة النهائية للبطولة، وذلك حتى يظهر الفريق على الصورة الفنية والبدنية الرائعة التي كان عليها قبل قرار تأجيل المباراة النهائية. وسيعمل بيتسو موسيماني على رفع الحمل البدني للاعبين عقب عودة التدريبات بعد فترة الراحة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية، كما كلف مساعدي بمراقبة سداسي المنتخب الوطني المصري محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السلية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة الذين انضموا لصفوف المنتخب في الساعات الماضية، وتقديم تقرير له عمن سيشارك منهم في مباراة المنتخب أمام توجو يومي 14 و17 من الشهر الجاري. كما بدأ موسيماني في دراسة منافسه في النهائي الإفريقي فريق الزمالك بشكل دقيق من خلال مشاهدة مباريات الفريق الأخيرة في بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس ووضع الخطة المناسبة للمباراة وتحفيظها للاعبيه خلال الأيام المقبلة. الأهلي بات على بعد خطوة واحدة مصيرية من الحلم الكبير الذي تنتظره جماهيره بحصد لقب البطولة للمرة 9 في تاريخه بعد أن حقق اللقب من قبل 8 مرات آخرها عام 2013، وذلك خلال 12 مرة تأهل فيها الفريق للمباراة النهائية للبطولة. الأهلي كيان، الأهلي رمز، الأهلي عزيمة، الأهلي الكبير، الأهلي العظيم، الأهلي زعيم أفريقيا، الأهلي بطل أفريقيا. من الأهلي هنروح لأخبارنا المحلية المهمة. الحقيقة أن اتحاد الكورة ريح دماغه وريحنا في الخبر ده ليه؟ لأنه النهاردة المسؤولين في الجبلية، مسؤولين اللجنة الخماسية في اتحاد الكورة، وضعوا المباراتين، مباراة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة والزمالك وأفسي مصر بدور الثمانية الكاس مصر في يوم واحد. المباراتين هيتلعبوا في يوم واحد. مسؤولين اللجنة الخماسية في اتحاد الكورة قالوا أنه تقرر إقامة المباراتين دول، الأهلي والزمالك يعني، المباريات دي في كاس مصر في نفس اليوم ده، طبعا إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص زي ما قالوا، في ظل النهاردة ارتباط الفريقين بالمواجهة القوية اللي هتجمعهم يوم 27 نوفمبر إن شاء الله في نهائي أبطال أفريقيا. في سياق آخر كمان، مسؤولين اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة بيقولوا أنه في جلسات تنسيقية بتتم في الفترة اللي جاية إن شاء الله مع مسؤولين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عشان موضوع برضو التنسيق للمباراة النهائية دي اللي هتجمع بين الأهلي والزمالك، ويشوفوا إذا كان طبعا دي هكون في برج العرب في اسكندرية، وإذا كانت هيحضرها جمهور، طب عدد الجمهور كام، طب مين اللي هيروح حتى من الصحفيين أو الإعلاميين
فدي طبعا كل دي تنسيقيات او تحضيرات لازم تتم أكيد قبلها بوقت. اكيد ونتمنى ان شاء الله يكون في عدد ان شاء الله عدد قليل من الجماهير، ان الجماهير نفسها تشوف للفرقتين. ويوم تاريخي، اول مره في تاريخ القاره السمراء اثنين من 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 بلد واحده بيعملوا النهائي في نفس البلد. ده هيكون يوم تاريخي ان شاء الله، يكون متوج باسم النادي الاهلي ان شاء الله. نروح للجونه. طبعا اعلن مسؤولي نادي الجونه تعيين حسام الزناتي، ده مدير المسابقات السابق اللي كان بيدير لجنه المسابقات في اللجنه الخماسيه، عينه مديرا رياضيا لنادي الجونه اعتبارا من اليوم الخميس، على خلفيه طبعا تغيير الاداره الكرويه للنادي بالكامل بعد رحيل طبعا نادر شوقي وحسام غالي. ويمكن احنا قلنا هنا من كذا يوم ان حسام الزناتي مدير لجنه المسابقات السابق اقترب بشكل كبير جدا جدا من تولي منصب المدير الرياضي لنادي الجونه خلال الموسم المقبل. احنا عارفين ان الزناتي كمان كان قدم استقالته من منصب مدير لجنه المسابقات، ويعني الزناتي كان ليه قبل كده، هو كان متواجد في نادي الجونه منذ موسمين قبل طبعا قبل ما يروح اللجنه الخماسيه، وبالتالي هو عارف الاجواء هناك، واعتقد ان هو كان قدم يعني موسم اكتر من رائع حتى على في اللجنه الخماسيه. انتظام المسابقه كان بشكل اكتر من رائع. حسام من الكوادر الجيده جدا جدا، نتمنى له طبعا التوفيق في نادي الجونه الموسم اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. عمرو صلاح حارس مرمى سموحه قرب من الانتقال لأسوان عشان يدعم مركز حراسة المرمى طبعا للفريق بعد رحيل الحارس الأساسي له مسعد عوض. مسعد عوض طبعا كان حارس مرمى الأهلي الفترة يعني من كام سنة كده. النهاردة مسعد عوض بينتقل لوادي دجلة بعد ما سدد الشرط الجزائي في عقده، وشرط الجزائي 1,000,000 جنيه. الجهاز الفني النهاردة الأسوان بيبحث بقيادة سامي الشيشيني عن تدعيم مركز حراسة المرمى، عشان طبعا يعني ما فيش النهاردة غير طلعت الجبلاوي أفتكر. ده كان حارس بديل فعلا. كان حارس بديل، وطبعا في ظل المبالغ المالية الموضوعة النهاردة عشان تدعم صفوف الفريق بعد رحيل طبعا أكتر من لاعب للأندية المنافسة، مش فادي فريق كمان الوقع الإسماعيلي كمان. هو طبعا نادي أسوان ظهر بشكل كويس، وكابتن سامي الشيشيني تولى المسؤولية الفنية لنادي أسوان، وبالتالي بيحاول يعني يظبط اوراقه الموسم اللي جاي. الموضوع صعب لان الامكانيات ما بيستعدوش، وفي بعض اللعيبه انتقلت لبعض الانديه على المستوى الدوري الممتاز. نتمنى طبعا التوفيق طبعا لنادي اسوان، ممثل الصعيد عندنا في الدوري المصري. نروح بقى لاخبارنا العالميه. عندنا خبر طبعا داني انجز دوت طبعا لاعب نادي ساوثهامبتون الانجليزي، هيغيب 6 اسابيع، يمكن كمان توصل لثمان اسابيع عن فريقه، يمكن بعد المستوى الرائع اللي ظهر بيه اللي قدمه مش السنه دي بس، كمان على الموسم اللي فات كان بيقدم مستوى اكتر من رائع. رالف طبعا المدير الفني لنادي ساوثهامبتون قال ان انجز مصاب، عنده اصابه في الركبه، هيخضع لجراحه النهارده، هيغيب ما بين شهر لست اسابيع. طبعا اللاعب الدولي الانجليزي، يمكن اللي هو لعب على مستوى المنتخب الاولمبي، لعب اكثر من مباراه، المنتخب الانجليزي كان عنده لقاء واحد. لاعب انجز لاعب ليفربول كمان السابق وساوثهامبتون الحالي، هو كان سجل طبعا 5 اهداف الموسم ده في البريمير ليج، طبعا من عناصر القوه، وساوثهامبتون كمان من الفرق اللي ظهرت بشكل اكثر من رائع في هذا السيزون في البريمير ليج. طيب النادي فيردر بريمن الالماني النهارده قرر انه مش هيبعت اي لعيب دولي لاي منتخبات في طبعا فتره التوقف الدولي القادم بسبب قيود فيروس كورونا. فيردر بريمن كان قال انه مش هيخالف لوائح الفيفا، لانه بريمن النهارده بتفرض 5 أيام عزل صحي على أي شخص عائد من خارج ألمانيا، وده معناه قانونية رفضه أنه يرسل أي لعيبة لمنتخباتهم، لأنه النادي يعني هيقع عليه ضرر لما يرجعوا بغيابهم عن المشاركة. كمان نادي شتوتغارت الألماني قال أنه أي لاعب هيضطر يدخل عزل طبي بعد ما طبعا ما يعود من منتخب بلده مش هيتسمح له أبدا من أنه هو ينضم للنادي. فأنا هنا عايزة بقى أسألك سؤال، ويعني جاوبنا قدام الناس النهاردة، أنت يعني لعبت فيردر بريمن أكيد، صحيح. عايزة أسألك عن فكرة القرار ده،
دي هتكون في صالح مين؟ يعني طبعا مش في صالح حد، بس خليني اقول لك ان فيردا بريمين طبعا من الانديه الكبيره في المانيا، لكن يمكن الموسم اللي فات كان بيمر بازمه شويه وازمه ماليه، وفرانك باومان دوت السبورت دايركتور في فيردا بريمين هو الراجل طلع وصرح بشكل كبير جدا. اولا في بدايه الموسم كان عندهم ازمه ماليه كبيره، وكان عايز يحط بعض الشروط في عقود اللعيبه، شروط للظروف الخاصه منها جائحه كورونا، منها الظروف الخاصه، عشان يبدا يعني يقنن شويه للمصاريف في فيردا بريمن كان بتمر بازمه ماليه. المشكله اللي حصلت دلوقتي ان فيردا بريمن يعني عنده بعض اللعيبه الدوليه، عندها احنا عارفين عندنا اجنده دوليه يوم 9، السلطات نفسها ويعني السلطات على المستوى الحكومي على المستوى الصحي في ولايه بريمن نفسها او في مدينه بريمن بتقول ان اي حد هيجي من بره لازم يعني يخش الحجر الصحي. طبعا هو القرار مش نهائي، هو كمان مربوط بالمنطقه اللي انت هتروحها، لان في مناطق معينه في اوروبا عندها مشاكل كبيره جدا والاعداد كبيره جدا، وبالتالي اي لاعب دولي مرتبط بهذا البلد هيبقى عنده مشكله لما يرجع من بلده، لازم هيخش حجر لمده اسبوع، وبالتالي هم حسبوها قالوا الاسبوع دوت هياثر على حتى الدوري عندنا في البوندس ليجا. فيردا بريمن عنده مباراه مع فرايبورغ، مباراه مهمه، وبالتالي كان في تلميح من فيردا بريمن ان هم ممكن اللعيبه الدوليه ما تسافرش، لكن في اعتقاد الشخص هتتحل. يعني ما يعني هو بيقول في الاول هو مرتبط ومش هيخالف لوائح الفيفا، لان الفيفا بتقول في اجنده دوليه يتواجد اللاعب في الاجنده الدوليه مع منتخب بلده من يوم 9 ليوم 17 بيلعب فيها مباراتين، لكن هو بيتكلم وارد جدا انه ما يبعتش اللعيبه نتيجه ظروف صحيه، ونتيجه يبقى اللعيبه تستمر مع انديتها تستمر مع النادي، بس يعني بيكون في خطابات وفي يعني بعض المكالمات. لكن انا في اعتقادي الشخصي ان هو فيردا بريمن وكمان شتوتجر بيحاول يضغط على الجزئيه ديت، عشان طبعا هو في موقف يعني مش قوي في الدوري، السنه اللي فاتت كان هيهبط، السنه دي بيحاول يظبط الامور، واعتقد الامور هتمر بسلام يعني ان شاء الله باذن الله يا رب. ان شاء الله نروح للمنظمه الدوليه لمكافحه المنشطات، يمكن خلاص ساكو ده لاعب كريستيان بالاس كان عنده مشكله كبيره جدا جدا على خلفيه طبعا اتهامه بتعاطي المنشطات ده من 4 سنين في 2016. احنا عارفين ساكو كان بيلعب طبعا لنادي ليفربول في الدوري الاوروبي وقتها، واتهم بعد احدى المباريات في هذه البطوله بتعاطي المنشطات. ساكو طلب بقى تعويض يعني كبير جدا قدر 21 مليون دولار، وقال للمنظمة لا أنا ما خدتش أي منشطات، وانتوا فوتوا فرصة كبيرة جدا للمشاركة في نهائي التشامبيونز ليج، ولم يثبت تناوله لأي عقار محظور، وبالتالي طبعا هو اتحرم بشكل كبير جدا من النهائي التشامبيونز ليج، وهو كان طبعا احنا عارفين بيلعب في ليفربول، وبالتالي بيطلب تعويض كبير جدا من الوادا. الوادا دي طبعا هي منظمه اللي بتشرف على المنشطات في عالم الرياضي كله وعالم كره القدم. طبعا هو يعني حقه انه ما يسيبش حقه، يعني 22 مليون برضو دي حاجه يعني حاجه محترم ما يسيبهاش. صحيح دي حقيقه. نروح بقى للمفاجاه الرائعه اللي عملها مشجعي فريق خيمينيسيا الارجنتيني اللي زاروا المستشفى اللي بيتعالج فيها النهارده الاسطوره مارادونا. عارفين مارادونا كان خضع ليه عمليه جراحيه في مخه، شايفين زي ما انتم شايفين كده دلوقتي رافعين اعلام باسمه، رددوا اغاني وهتافات بتدعمه بعد ما تم استئصال جلطه في مخه. مارادونا يمكن تعرض ليها من فترة أزمة صحية، والأطباء طلبوا إن هو يبقى في المستشفى تحت الملاحظة بعد ما أجرى العملية دي أو الجراحة العاجلة دي، جراحة ناجحة في كل الأحوال. كنا قلنا إنه الطبيب المعالج لمارادونا عمل مؤتمر صحفي مخصوص بعد العملية وأكد فيه إن هي كانت عملية ناجحة بالفعل، وليه ما يعملش مؤتمر؟ يعني أنا في رأيي واحد من الأساطير هو بليم، يعني اعظم من اتوا الى كره القدم العالميه الحقيقه. صحيح دي حقيقة. صحيح انا قلت لك امبارح بحبه جدا، ده حقيقه مرضو. بس يعني هو كان المؤتمر الصحفي قال ان هو الطبيب قال له انت لازم لسه انت عامل عمليه كبيره رايح في المستشفى، هو كان
طبعا مارادونا ليه حسابات خاصه كده ودماغه لوحده وعايز يروح البيت. هو كان الجماهير كلها كان لقطه جميله جدا. طبعا مارادونا من اساطير كره القدم. خلينا نروح لطبعا المستويات الرائعه اللي بيقدمها محمد النني مع الارسنال. طبعا النني لاعب منتخبنا القومي الارسنال. طبعا بعد ما ظهر النني بشكل اكتر من رائع اصبح النني قريب جدا من تاديد عقده مع الارسنال. صحيفه ديلي ميل طبعا البريطانيه قالت ان المستوى الرائع اللي بيقدمه النني مع الأرسنال في الفترة الأخيرة دفع طبعا المسؤولين في تجديد تعاقده، وهيكون في جلسة قريبة جدا للتفاوض باستمرار النني لمدة أطول. طبعا احنا عارفين النني انتقل من الأرسنال من بازل السويسري في موسم 2015 و2016. يمكن في فترات وسبحان مغير الأحوال من سنتين كان الناس بتقول خلاص النني مش هيلعب في البريمير ليج ولازم يروح، وراح فعلا إعارة لبشكتاش التركي وقدم عروض جيدة جدا. لكن كانت المفاجأة كمان النني أول ما رجع للبريمير ليج مع أرتيتا مدرب جديد عمل لقاءات أكتر من رائعة. أول مباراة كان كسب السوبر الإنجليزي، وكمان بيقدم مستويات في مانشستر يونايتد عمل مباراة رائعة. والنني النهاردة قريب جدا جدا من أنه يعمل تعاقد جديد أو تمديد عقده إن شاء الله مع الأرسنال. كل التوفيق طبعا لمحمد النني وكل لاعبتنا المحترفة. هو الحقيقة قدم مستويات رائعة ومبهرة بعد طبعا عودته من الإعارة زي ما أنت قلت. والحقيقة برضو النني يعني يمكن النهاردة بخلاف أنه بيقدم مستويات رائعة، أنت عارف فينجر كان ليه مقولة كده بيقول لك ده مستقبل الكورة في نص الملعب، يعني النني مستقبل الكوره هناك. طبعا النني نتمنى له التوفيق لانه لعيب مميز وكل ده يعود على المنتخب. مش بتسلط الضوء عليه قوي اعلاميا، بس بحس انه مش واخد حقه دلوقتي. بس يعني لا يعني لازم ان انت تركز الضوء عليه، فوكس عليه الاعلام. لكن سنتين يا سهام كان المستوى مش زي دلوقتي. خلينا نتكلم كل امانه، يعني المستوى على دلوقتي طبعا على دلوقتي وبتكلم على عودته بشكل كبير ياخد حقه طبعا اكيد، لانه لعيب مميز. وبعدين يعني اول لعيب عربي على المستوى العربي عنده شاره الارسنال في فريق كبير زي الارسنال، فانا شايف ان في تطور كبير جدا في اداء النني على المستوى الفني وعلى المستوى القيادي. ان شاء الله كل ده باذن الله يعود على كابتن حسام البدري وعلى منتخبنا القومي باذن الله ان شاء الله. نادي يوفنتوس الايطالي النهارده بيعلن اصابه ارون رامسي وغيابه عن النادي لمده 20 يوم. يوفنتوس في بيان رسمي له بيقول انه ارون رامسي خضع لفحوصات طبيه صباح اليوم كشفت تعرضه لاصابه عضليه في الفخذ الايمن. البيان الرسمي ده ليوفنتوس اضاف انه هيعاد تقييم رامسي مره ثانيه في غضون 10 ايام. يمكن فتره التوقف ديت يعني هتفيد يوفنتوس اكتر افتكر. يعني اكيد اكيد. ولسه طبعا مع اخبارنا الاعلاميه مع اسطوره جديده او اسطوره كلنا بنحبها كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو زي ما احنا عارفين نجح بقى بجدارة في تخطي طبعا فيروس كورونا، وعاد بقوة رائعة جدا على مستوى السيريا وإحرازه هدفه كمان على مستوى العظيم اللي بيقدمه مع اليوفنتوس. تعالوا نشوف تقرير عن الأسطورة رونالدو ونرجع نكمل فقرات. نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب البرتغال في تخطي أزمة إصابته الطويلة بفيروس كورونا المستجد، وعاد ليتألق وبشدة مع اليوفي في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا. رونالدو الذي قضى 19 يوما في العزل الطبي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد عاد ليسجل هدفين في الظهور الأول مع اليوفي أمام سبيزيا بالدوري الإيطالي، قبل أن يشارك أساسياً في لقاء فرينك فاروزي المجري وانتهى بالفوز 4-1. واليوم أعلن المدرب المخضرم فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال استدعاء رونالدو لقائمة منتخب بلاده في مواجهة منتخبات أندورا وفرنسا وكرواتيا على صعيد مسابقة دور الأمم الأوروبية. رونالدو الذي يملك في رصيده 101 هدف دولي يسعى لاستمرار المسيرة وتحطيم كل الأرقام القياسية بعد تخطي أزمة فيروس كورونا والانتصار عليه.
طبعا اذا كان رونالدو اسطوره عالميه فاحنا كمان عندنا اساطير اهلاويه وعربيه كبيره جدا النهارده. بمناسبه الحكي عن الاساطير المهمه فاحنا معانا النهارده اسطوره مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي تحديدا، واحد من علامات النادي. كل شبر في النادي الاهلي يمكن بيفكر عشاق الكيان واعضاء النادي بالراجل العظيم اللي احنا هنتكلم عنه ده دلوقتي، الفريق عبد المحسن مرتجي. الفريق عبد المحسن مرتجي اللي كان رئيس النادي الاهلي في فترتين يمكن مهمين جدا من مسيرته، كان الرئيس التاسع للنادي الاهلي، النهارده بتمر الذكرى السابعه على رحيله، رحيل الفريق مرتجي الرياضي الناجح والمقاتل العظيم في القوات المسلحه المصريه. النهارده طبعا فريق مرتجي والد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي الحالي، وطبعا الفريق مرتجي واحد يمكن زي ما بيتقال عليه كده راجل كل العصور، زي ما كان بيتقال راجل كل العصور، دي حقيقه. وكان يمكن ليه هو جمله شهيره جدا بتوضح قد ايه عظمه الراحل الخالد ده في قلوب الاهلاويه، كان بيقول فيها عظمه مصر موجودة في النادي الأهلي. نشوف التقرير عن الفريق مرتجي بعد الفاصل. البيت الكبير الفريق مرتجي رجل الحرب وكرة القدم. يعد الفريق عبد المحسن كامل مرتجي واحدا من رجال قلائل جمعوا بين السياسة والحرب وكرة القدم في مصر في القرن العشرين، وفضلا عن دوره في خدمة الجيش المصري في أوقات هي الأصعب في تاريخنا المعاصر، إلا أنه أيضا توج مسيرة حياته بخدمة النادي الأهلي الأعرق عربيا وأفريقيا. بدأت ولايته الأولى عام 1965 وحتى حرب عام 1967، ثم عاد لكرسي الرئاسة مرة أخرى عام 1971 ليقود مرحلة من أهم وأصعب المراحل في تاريخ النادي الأهلي، والتي واجهت فيها الرياضة المصرية بصفة عامة عقبات كثيرة إبان فترة الحرب. وقاد الفريق مرتجي عودة النادي الأهلي لطريق البطولات بعد غياب درع الدوري العام لمدة 13 عاما عن القلعة الحمراء، وشهد عهده انطلاق جيل السبعينات الذهبي الذي مثل أحد أفضل مراحل كرة القدم في تاريخ النادي الأهلي. وشهد عهد الفريق مرتجي مشاركة الأهلي لأول مرة في بطولة أفريقيا عام 1976، كما تضمنت إنجازاته القيام بأول خطوة جادة نحو بناء مقر جديد للنادي الأهلي في مدينة نصر. أهلا بحضراتكم في أول فقراتنا في البيت الكبير، فقرة مميزة أنا متأكد أنها تكون فقرة مميزة، لأن معانا ضيف مميز جدا على مستوى التحليل الأداء، على مستوى التحليل الفني والرقمي. معانا ومعاكم الدكتور أحمد ثابت، منورنا دكتور في البيت الكبير. لا نور حضرتك، ودايما متألق كده ومنور، وإن شاء الله كده بإذن الله البطولة السنة دي تبقى أهلاوية بإذن الله، دوري أبطال أفريقيا يا رب إن شاء الله. طبعا أنت بقى على طول جبت سيرة البطولة، مفيش حديث غير طبعا يمكن بعد تحديد يعني المنافس الثاني للنهائي إن شاء الله أمام النادي الأهلي هو النادي الزمالك. خليني أبدأ معاك الحوار في النهائي الأفريقي، أنت شفت إزاي النهائي الأفريقي، و نتطرق كمان على بعض المقارنات ما بين يعني الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه. خلينا نقول ان هو في البدايه كده هو نهائي تاريخي، يعني صحيح. نهائي تاريخي بالفعل. ليه؟ لان اول مره نهائي يكون نهائي دوري ابطال افريقيا يكون من مباراه واحده، دي رقم واحد. اول مره يكون كان على طول بيبقى ذهاب واياب، اول مره يحصل من مباراه واحده. تاني حاجه ان هو اول مره يكون ما بين فريقين من نفس البلد في نهائي دوري ابطال افريقيا، دي حاجه تاريخيه برضو، ولكن اللي هم الاهلي والزمالك. ثالث حاجه ان هو اول نهائي يكون ما بين اكتر فرقتين اخذوا دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي 8 بطولات، نادي الزمالك 5 بطولات، دول اكتر فرقتين اخذوا دوري ابطال افريقيا. اذا هو نهائي تاريخي بكل المقاييس. صحيح. كمان في حاجه، النهائي ده هيبقى مثير جدا جدا لكذا يعني سبب كمان، ان انت مباراه الاهلي والزمالك بتبقى اصلا قمه لوحدها، دي لوحدها ده جزء لوحده يعني. فما بالك ببطوله دوري ابطال افريقيا، يعني الفريق اللي هيكسب هيبقى يعني هيبقى كسب دوري ابطال افريقيا وكسب الغريب التقليدي وكسب مباراه القمه، يعني
فالمباراة أكيد لها طابع خاص، مباراة تبقى يعني إن شاء الله النادي الأهلي يكون حليفه والتوفيق فيها بإذن الله. يعني أنا شايف إن الفرص فيها متساوية ما بين الفرقتين، يعني بالتأكيد بصراحة حالة نادي الزمالك طبعا حالة جيدة جدا على المستوى البدني على المستوى الفني كذلك. يمكن اطمنا من أول قدوم موسيماني للنادي الأهلي والأداء المبهر في مباريات العودة الإياب والذهاب بالنسبة للوداد، طمنتنا جدا لأداء النادي الأهلي كمان. فأنت زي ما بتقول هي مباراة نتمنى إن شاء الله أنها تبقى وجبة دسمة، وجبة كروية دسمة. بس أنا شايف برضو إن النادي الأهلي بيقدم كرة أحلى، كرة أمتع، ده حقيقي، بيقدم أداء أمتع. ما بي يعني بصراحة مع موسيماني النادي الأهلي بالأرقام هو في دوري أبطال أفريقيا هو الأكثر استحواذ، هو الأكثر تمرير، هو الأكثر صناعة للفرص، هو الأكثر محاولات، هو الأقوى خط هجوم. ده في مشوار دوري أبطال أفريقيا. يعني النادي الأهلي بيقدم أداء، يعني نادي الزمالك طبعا فريق محترم جدا، ولكن أنا بشوف النادي الأهلي في ميزة شوية عن أداء النادي عن نادي الزمالك. حتى في مباراة الأمس مثلا نادي الزمالك لغاية الدقيقة 60 كان ممكن يخرج، كان ممكن يخرج. الشوط الأولاني يعني الشوط الأول كانوا بعيد تماما وكانت النتيجة 1-0. انا شايف سببين، التراجع البدني بتاع لعيبه الرجاء، او ثلاث اسباب برضه عشان ندي لعيبه الزمالك حقها. اول حاجه التراجع البدني للعيبه الرجاء في الشوط الثاني، واضح جدا ان هم تراجعوا بدليل ان هو ثلاث اهداف جم في الاخر. الحاجه الثانيه تغييره المدرب بتاع الرجاء جمال السلامي، وخروج واحد من افضل اللاعبين او اللاعب اللي هو اصلا يعني لعب الرجاء كان استحواذهم مثلا امبارح وصل 58% مقابل نادي الزمالك 42%. خروج اللاعب رقم 5 اللي هو محسن متولي، ده اجمالي يا دكتور ولا الاجمالي؟ 60 لا الاجمالي، ده اجمالي المباراه. الشوط الاول كان 61 او 62 للرجاء، كاجمالي 58. فانت خرجت كمان افضل لاعب عندك اللي هو محسن متولي اللي هو كان بيعمل له التمريرات او بيديله الاستحواذ. السبب الثالث برضو قدرات لعيبه الزمالك الفرديه العاليه، ان انت لما بيجي لك فرصه بتقدر تخلص. وبالتالي انا بشوف ان نادي الزمالك يعني كان لغايه الدقيقه 60 كان ممكن على وشك الخروج، مش شرط النتيجه ممكن تخدعك ان فريق يكسب 4 او فريق يكسب 3، لكن النادي الاهلي على العكس بشوف النادي الاهلي بيقدم بصراحه اداء امتع، اداء اقوى، شراسه اكتر، بيخلص من بدري، مش فارقه بقى بره من جوه، استحواذ هنا لا. النادي الاهلي بصراحه ان شاء الله يعني تكون كفته اقوى. هي طبعا بالتاكيد مباراه نهائي ممكن يحصل فيها اي حاجه، مش شرط بتبقى الفرص متساويه، ممكن حكم يديك ضربه جزاء هنا ما يحسب عليك كارت احمر بتاع، فالفرص بدام مباراه نهائي بتبقى الفرص متساويه. ولكن على مستوى الاداء في البطوله انا بشوف لا، النادي الاهلي اداؤه حتى في مباراه صن داونز، حتى في مباراه الوداد سواء ما كان مع فايلر او مع موسيماني، لا النادي الاهلي كاداء امتع، بيقدم كره ممتعه زي ما بنقول دايما التيكي تاكا مع موسيماني. يعني الاداء النادي الاهلي امتع، يديك فرصه اكتر. يمكن النادي الاهلي وصل للنهائي 13، دي المره ال13 صاحب الرقم القياسي في الوصول لنهائي نادي الاهلي 13 مره، مقارنه بنادي الزمالك 8 مرات. النادي الاهلي الوصيف في البطوله 4 مرات، يعني النادي الاهلي وصل للنهائي 8، اخذ البطوله، وصل النهائي دي المره 13، يعني كان 12 مره قبل كده بالظبط، يبقى اخذ اللقب 8 مرات وهو وصيف 4 مرات، خسر النهائي 4 مرات. اما نادي الزمالك وصل للنهائي دي المره الثامنه، يعني قبل كده في 7، اخذ البطوله 5 مرات وده الوصيف في مرتين، يعني خسر النهائي مرتين. فده يمكن مقارنه كده سريعه ما بين ارقام. لو استعرضنا ارقام النادي الاهلي في البطوله على او نادي الزمالك برضو عشان نبين النادي الاهلي اداؤه برضو كان نوعا ما كان افضل، ولكن نظل نقول ان الفرص متساويه. دايما النهائيات تكسب ولا تلعب، ده حقيقي الاخر مظبوط. انت لان التاريخ هيفتكر اللي فاز بالبطوله مش باللي لعب، مش اللي بيلعب احسن، مش يعني اللي بيلعب احسن يعني الاداء، يا رب ان شاء الله الاداء والمكسب، لكن انت دايما بتفتكر البطل حتى لو اخذتها بركلات الترجيح. ده حقيقي، ده حقيقي. النادي الاهلي لعب 14 مباراه والزمالك طبعا لعب 14 برضو، النادي الاهلي كسب اكتر 10 مباريات مقابل 8 للزمالك، الاثنين اتعادلوا 3، النادي الاهلي اقل خساره خسر ماتش واحد بس مقابل الزمالك خسر 3 مباريات. النادي الاهلي اقوى خط هجوم وده رقم قياسي، 34 هدف في 14 مباراه في البطوله، اما نادي الزمالك مسجل 27 هدف. الاستقبال النادي الاهلي الاقوى خط دفاع برضه 6 اهداف استقبلوا دخلت شباكهم بس، ونادي الزمالك 9. الجدول ده دكتور عندنا يعني الارقام متقاربه الا طبعا الاهداف، يعني النادي الاهلي سجل 34 مقابل الزمالك 27، ففي 7 اهداف فرق، وعلى مستوى الدفاع كمان في وكمان والنادي الاهلي الاكثر فوز كمان، النادي الاهلي الاكثر فوز، الاقل هزيمه او الاقل خساره، الاكثر تسجيلا للاهداف، الاقل استقبال للاهداف، افضل يعتبر يعني افضل دفاعا، افضل هجوما، وعلى مستوى عدد مباريات الفوز الاهلي هو كان الافضل. هو الافضل، عشان كده بقول لحضرتك يمكن النادي الاهلي كفته ارجح سنه، بس ما نقدرش نقول دي لان تظل في النهائيات، النهائيات لا بتبقى الفرص متساويه وبتبقى على حسب ظروف الماتش،
وعلى حسب هل المدرب هيكون موفق ان شاء الله في المباراه دي ولا لا، على حسب ليها تفاصيل صغيره بتفرق في النهايات. الزمالك والاهلي اتقابلوا امتى يعني كم مره على مستوى البطوله يعني على الشامبيونز ليج الافريقي؟ اتقابلوا 8 مرات ده يمكن تاريخيا النادي الاهلي على فكره تاريخيا، وبرده الارقام اللي احنا بنقولها دي ملهاش دعوه بالمباراه، يعني ممكن تحصل نتيجه لا، بس انت بتتكلم كتاريخ مواجهات. النادي الاهلي تاريخيا ما خسرش ولا مباراه من الزمالك في دوري ابطال افريقيا، يعني المباراه الاولى اول مباراه كانت سنه 2005 كانت في نص النهائي خلص 2-1 لنادي الاهلي، سجل الاهداف عماد متعب ومحمد بركات قدامنا على الشاشه. المباراة الثانية كانت 16 أكتوبر كانت العودة نص النهائي خلصت 2-0 هدفين لصالح محمد بركات. تمام. المباراة الثالثة كانت سنة 2008 في ربع النهائي انتهت 2-1 سجل الهدفين فلافيو وأحمد حسن. المباراة الرابعة يعني أول ثلاث مباراتهم فوز النادي الأهلي، المباراة الرابعة خلصت بالتعادل اللي كانت سنة 2008 2-2 سجل النادي الأهلي فلافيو وبوتريكا وسجل الزمالك جمال حمزة وأجوجو. نيجي للمباراة الخامسة كانت سنة 2012 انتهت برضو بفوز الأهلي 1-0 كانت في ربع النهائي بهدف محمد أبو تريك. نيجي لسنة 2012 برضو العودة أو ربع النهائي 1-1 تعادل. 2013 ربع النهائي 1-1 برضو. 2013 ربع النهائي 4-2 لنادي الأهلي اللي هي الهدف بتاع الكعب بتاع وليد سليمان صحيح وأحمد عبد الظاهر ومحمد أبو تريكة وأحمد فتحي. يعني لو بصينا كده هنلاقي ان يمكن الارقام 8 ماتشات النادي الاهلي هو ما خسرش في المباريات، اعتقد 5 فوز و3 تعادل. 5 فوز و3 تعادل يعني ابو تريكا جايب 1 2 3 4 جايب 4 تجوان في المباريات الافريقيه في شباك الزمالك. بركات جايب 2 1 كده 3 4 بركات جايب 4 يعني دي برضو عدد اهداف ابو تريكا وبركات من الهدافين اللي كانوا في شباك نادي الزمالك تحديدا اكتر 2 سجلوا في البطوله الافريقيه بركات وابو تريكا. عماد متعب سجل هدف واحد، فلافيو مسجل واحد هدفين، دول يمكن الهدافين برضو في مباراه الزمالك في افريقيا محمد ابو تريكا ومحمد بركات. انا بتفق تماما معاك، هي كلها ارقام، والارقام ساعات يعني المديرين الفنيين بياخدوها بيترجموا عليها بعض المواقف او بعض الحاجات اللي يشتغلوا عليها، لكن يبقى النهائي وتبقى المباراه النهائيه ليها حسابات خاصه، حسابات بيخش فيها طبعا العامل الفني والعامل النفسي والتحضير اللي قبل المباراه، لكن كمان الارقام دي مهمه عشان كمان انا شايف انها بتدي ثقه من اللعيبه ثقه للجماهير، لكن تبقى المباراه النهائيه لها شكل مختلف. الرقم كمان دليل او مؤشر صحيح. يعني انت حته التاريخ ممكن تكون تاريخيا مش هتفرق قوي في المدير الفني او فنيا، لكن انت بتتكلم بقى كفنيا او مع الفرقه الثانيه في الارقام لا بتفرق كمؤشر، الارقام مش حكم نهائي صحيح. ولكن هي بتديك مؤشر تقدر ان انت تقيم بيه صحيح. يعني النهارده مثلا لما يبقى لاعب رجل المباراه مثلا اليو ديانج مثلا رجل المباراه بناء على ايه مثلا؟ انت بتشوف لان يعني حضرتك اكيد عارف ان لعيبه الكوره بتتحرك بدون كوره يعني التحركات من غير كوره 98% ده هو تقريبا لو لمس الكوره في المباراه كلها بتبقى 2% دقايق او 3 دقايق في المباراه يبقى ده رقم تقريبا 2 دقيقه و60 حاجه كده يعني 3 دقايق بالظبط والباقي اوف بول، فالارقام بتديك اللي هي الحته دي بس، لكن انت برضو لازم تكون لك عين او رؤيه ان انت بتشوف تحركات. يعني مثلا محمد النني في المباراه الاخيره في ماتش الارسنال واليونايتد في اخر الدقيقه 90 شفناه معدل جري رهيب، معدل في الضغط بيحاول ان هو يعمل بلوك عشان يمنع التمريرات، معدل جري عالي، ممكن الرقم ما يبانش يعني ما هو ما قطعش الكوره. لا هو كمان الرقم يا دكتور ساعات لو الرقم ما اتشافش فيه الهيت ماب كمان الخريطه الحراريه للاعب ومسح او جري طبعا في الملعب مسافات قد ايه والحته الحمراء فدي كمان حاجات بتفرق مهمه جدا. طبعا بتفرق جدا. بنتكلم على طبعا الحمد لله فرقات كبيره وده يعني النادي الاهلي، والنادي الاهلي كمان الموسم ده انا في رايي عامل انجاز، عامل موسم اكتر من رائع على المستوى الفني على مستوى النتائج. خلصنا الدوري قبليه بسبع اسابيع وده كان كمان جزء مهم جدا ان عمليه التحضير اللي قبل مباراه الوداد كانت عمليه هاديه شويه، كان خدنا وقتنا شويه، العامل النفسي خدناه والعامل البدني كمان خدناه، لكن تعالى معاك يا دكتور نتعرف على يعني الارقام القياسيه الكبيره اللي حققها النادي الاهلي السنه دي. يعني لو استعرضناها على الشاشه هنبدا ماشي، ممكن احنا معانا النهارده 10 ارقام قياسيه حققهم النادي الاهلي في الدوري السنه دي. هنبين برضو ان الدوري السنه دي يعتبر دوري قياسي زي ما بنقول النادي الاهلي عامل ارقام مميزه في دوري ابطال افريقيا، لا هو عامل كمان في الدوري ارقام قياسيه جدا. او اول رقم معانا ان هو كسر الرقم القياسي لاعلى عدد من النقاط في موسم واحد في تاريخ الدوري المصري،
وصل لكام نقطة؟ 89 نقطة، ده أعلى معدل وصل ليه فريق في الدوري في تاريخ الدوري المصري تاريخياً. الرقم القياسي برضو كان مسجل باسم النادي الأهلي. بنكسر أرقامنا يعني. يعني النادي الأهلي بينافس نفسه في الدوري المصري تحديداً، لأن هو كان سنة 2017-2018 جايب 88 نقطة، السنة دي 89 نقطة، إن شاء الله السنة الجاية نعدي 90. وإحنا كنا بنفكر في 90 يعني، حتى ما كان فايلر موجود قال أنا كنت عايز أكسر حاجز 90 زي جوارديولا في السيتي كده. بس هي بتبقى برضو إن أنت داخل على تتابع ماتشات وعايز تريح اللعيبة شوية، فبتبقى ما بين نارين. يعني مثلا كابتن حسام البدري لما كان في النادي الاهلي سنه 2017 كان عايز يعمل ارقام قياسيه فما ريحش اللعيبه فخسر النهائي في الوداد. فالناس بقى اللي جت بعده لا نتعلم الدرس صحيح. ان احنا عايزين نعمل روتيشن نريح بعض اللعيبه. البطوله اهم من الرقم يعني. البطوله اهم من الارقام الفرديه. ده حقيقي، ده حقيقي. نيجي بعد كده ليه ده الرقم. اول رقم قصر النادي الاهلي هو عدد النقاط. عدد النقاط الرقم الثاني عادل الرقم القياسي الاكثر عدد مرات الفوز. النادي الاهلي الاكثر فوز في التاريخ ب 28 فوز حققها كده، دي المره الثانيه اللي حققها السنه دي والسنه اللي كانت 2017-2018 ده الرقم القياسي الثاني. اذا الاكثر فوز واكثر معدل في النقاط. نيجي للرقم 3 هنلاقي ان هو ثاني اكثر موسم في تاريخ الدوري المصري تسجيلا للاهداف للنادي الاهلي او بصفه عامه يعني. 2017-2018 ده الرقم القياسي للنادي الاهلي 75 هدف. الموسم بقى بتاع السنه دي اهو 2019-2020 74 هدف، ده رقم 2. رقم 3 سنة 74-75 70 هدف للنادي الأهلي. رقم 4 2014-2015 69 هدف لنادي الزمالك. 2015-2016 65 هدف للنادي الأهلي. إذن ده تاني أكتر موسم كفرقت على جون واحد. فرقت جون في طلائع الجيش لو كنا كسبنا 4. لو كنا جبنا 4 في الشوط الثاني حتى كنت جبت جون كمان كانت هتبقى 75. صحيح. فده برضو تاني أكتر موسم تسجيلا للأهداف. الرقم القياسي الرابع ان هو طبعا كل الناس عارفه ان محمد الشناوي كسر الرقم القياسي المسجل باسم شريف اكرامي في الكلين شيت اللي هو 24 كلين شيت في موسم واحد، ده برضو من الارقام القياسيه اللي اتحققت السنه دي. ده الرقم الرابع. هنشوف الرقم الخامس، كسر الرقم القياسي في الكلين شيت في موسم واحد في تاريخ الدوري المصري بالوصول الى 28 كلين شيت. الرقم القياسي كان مسجل بايه؟ باسم الاسماعيلي 27 كلين شيت، ما كانش في حد كسره من سنه 90-91. ده الموسم اللي خد فيه الاسماعيلي الدوري سنه 90-91 مظبوط، اللي هي كان فيه مباراه فاصله مع بالظبط في الاخر. فدي سنه 90-91 خلاص. ده 28 كلين شيت. خش بقى على اللي بعد كده رقم 6، الاهلي كسر الرقم القياسي ليه كاكتر موسم حافظ حراس مرمى. ده اكتر موسم في تاريخ النادي الاهلي في الدوري حافظ حراسه على نظافه الشباك اللي هو 28 كليت شيت سواء على النادي الاهلي او على الدوري كله. الدوري كله أوكي. كان الرقم القياسي كان النادي الاهلي حقق رقمين قبل كده اللي هو سنه 74-75 وسنه 2016-2017 كان 24 كليت شيت. فالسنه دي طبعا انت محقق 28 يعني على المستوى الدفاع انت بتتحسن على مستوى طبعا حراسة المرمى تحديدا محمد الشناوي له دور مهم جدا في الرقم ده. ده حقيقي، ده حقيقي. الرقم اللي بعد كده السابع، كسر الرقم القياسي في اكثر فارق اهداف في تاريخ الدوري. دي مهمه قوي، اكثر فارق اهداف يعني له وعليه، يعني انت سجلت كام جون واستقبلت الفارق الاهداف السنه دي كام للنادي الاهلي بلس يعني زائد 66 هدف. زائد 66 هدف ليكسر الرقم القياسي موسم 74-75. اقصى حاجه اتحققت في تاريخ الدوري كان زائد 59، انت السنه دي عامل زائد 66 هدف يعني جبت ده انت وعليك. كمان ده برقم كمان كبير يعني انت بتتكلم ساعات يعني لو تكسر بهدفين بثلاثه لكن انت بتكسر 59 ده يعني ده برضو يرجع برضو لكفاءه محمد الشناوي ان انت دخل فيك اهداف قليله قوي 8 مزبوط. اهداف مزبوط. فده برضو هو ليه سر في الرقم ده طبعا مع قوه هجومك وشراسه هجومك اكيد. اكيد رقم 8 معادلة الرقم القياسي كأسرع بطولة ان السنة دي أسرع بطولة الدوري زي ما حضرتك كنت بتفضل وتقول ان هو النادي الأهلي حسم البطولة قبل نهايتها بسبع أسابيع، دي تعتبر أسرع بطولة الدوري بالتساوي مع بطولة مانويل جوزيه 2004-2005 كانت انتهت قبل نهاية الدوري سنة 2004-2005. ده برضو الرقم الثامن يعتبر أسرع بطولة الدوري في تاريخ الأهلي بيحسم فيها الأهلي البطولة قبلها أسرع بطولة يعني قبلها بسبع أسابيع. رقم 9، الرقم التاسع، النادي الاهلي بيعادل رقم تاني اطول سلسله فوز متتالي. يمكن مع فايلر حققنا 16 فوز متتالي ودي تاني اطول سلسله فوز متتالي بعد مانويل جوزيه 2004-2005 ب 17 فوز متتالي. ده يمكن الرقم التاسع. معانا بعد كده برضو الرقم العاشر ان هو ده اللقب ال 42 للنادي الاهلي، اللقب ال 42 من 61 مسابقه او من 61 بطوله. يعني كام النسبه كام؟
68 و8 من 10 يعني 69%، وده رقم قياسي في جميع البطولات العالميه. على ده انا يعني انت بتتكلم على ريكورد عالمي دلوقتي، ما بتتكلمش على ريكورد محلي، انت بتتكلم نسبه فوز النادي الاهلي باللقب ل 69% من اجمالي البطوله نفسها من منذ بدايتها، ده رقم ما اتحققش على المستوى العالمي في اي دوله. يعني ده يمكن يعني 69%، يعني انت مسيطر داخل على الثلاث ارباع بتاع البطوله، قربت توصل لل 75%، فانت خلاص انت يعتبر الاهلي سيد الدوري يعني. أكيد للاهلي اكيد ده يمكن ال 10 ارقام قياسيه اللي معانا في بالنسبه للنادي الاهلي في اللي حققهم السنه دي في الدوري، دول ال 10 ارقام قياسيه. تمام، احنا كمان عندنا بعض هنتكلم برضه على بعض الملفات والخاصه كمان بالنادي الاهلي شويه، ويمكن الفتره اللي فاتت كان المعارين يعني. طبعا عايز اتكلم برضه معاك في النقطه دي شويه، و انت شايف برضو ازاي احنا بنتكلم كمان دلوقتي عندنا بعض اللاعبين الناشئين اللي طالعين بشكل كويس، احنا بنتكلم على 6 لاعبين أو 7 لاعبين كانوا موجودين في قائمة اخر مباراة لطلائع الجيش. عايز برضو اخد رأيك في الدفع بقطاع الناشئين بشكل كويس قوي واللعيبة اللي عندنا، وكمان ازاي الاعارات كمان بتفيد النادي الاهلي وتفيد اللعيب في نفس الوقت. طبعا النادي الاهلي يمكن بيحط خطه ماشي بشكل كويس قوي في حته قطاع الناشئين، ان انت بتدعم برضو هم اللعيبه الناشئين لازم تاخد في وقت معين، عشان الناس تكون برضو فاهمه ان انا مش هلعب مثلا بلعب في دوري او بلعب في دوري ابطال افريقيا هدفع بلعيب ناشئ، لا انت بعد ما حسمت الدوري بدات تدي فرص هنا، دي حاجه مهمه جدا. اديت الاول لمصطفى شبير في ماتش الترسانه في كاس مصر في على مستوى حراسه المرمى، اديت لمحمد فخري، واديت للعربي بدر، واديت لشادي رضوان. اللعيبه اللي برزت بشكل كويس قوي تحديدا محمد فخري في المباراه الاخيره لما لعب بوكس تو بوكس، هو اصلا مركزه جناح بيلعب كجناح ايسر او جناح ايمن، لعيب على مستوى السرعات، من الواضح ان هو لما لعب بوكس تو بوكس ان هو كورته حلوه، عنده كوره، عنده كوره حلوه قوي، عنده عمليه البنتريشن الاختراق كويس جدا. يعني هو في كوره الهدف لو استعرضنا الهدف او لو جبنا هدف النادي الاهلي في اللي هو الهدف الثاني لمحمد فخري عمل فيه الاسيست في شباك طلع الجيش، هنلاقي ان هو اخترق ودخل لجوه وراح عامل التمريره الكهرباء، هو اللي صنع الهدف لكهرباء. دي عمليه الاختراق اللي بيحتاجها موسيماني دايما اللي هو الدور اللي بيقوم بيه عمرو السوليه جنب اليو ديانج بالظبط. ودي بتبين كمان ولد صغير عنده شخصيه النادي الاهلي، عنده شخصيه يعني مش خايف وبيخترق، واول مباراه موهبه كويسه جدا، لعيب واضح ان هو موهبه وبيلعب في اكتر من مركز، وهو اصلا لعيب منتخب شباب مع كابتن ربيع. فلعيب كويس جدا، ويعني لو خد فرصه اكتر من كده اعتقد ان هو هيظهر، لمسته للكوره حلوه قوي وواضح ان هو مهاري، عنده عمليه الاختراق والتسديد والتكمله، وواضح ليه لان هو اصلا جناح فاكيد بيكمل جوه ال 18. حته الدور الدفاعي دي هتيجي مع الوقت لان هو لسه اول مره يجرب او يلعب في مركز حته البوكس تو بوكس، واكيد رؤيه من موسيماني ان هو برده عايز يدي في الحته دي. ده يمكن اول اللاعب الثاني اللي برده قدم اداء مبدع العربي بدر. العربي بدر تحديدا اول ماتش لما بداوا كان لعب ماتش في كمل لغايه الدقيقه 60 واتصاب وخرج. الماتش اللي فات ده لما برده شال الكره من على الخط اللي هي اللي كانت بدماغه دي، ده تعتبر يعني واحده من احسن الانقاذات في الدوري. العربي بدر من اللعيبه اللي هي الورك ريت بتاعها عالي قوي، بيجري كتير جدا، معدلات جري كتيره جدا، يمكن الراجل شافه حتى لما بيجري موسيماني لما شافه بيجري كتير فراح حاطه حته الباك اليمين، بيلعب بروح عاليه قوي قابل للتطور. دي نوعيه عامل بيفكرني كده باكرم توفيق في بدايته. اكرم توفيق كان برده بيجري كتير، بيلتحم كتير. أكرم توفيق على فكرة يعني أنا من ضمن الناس اللي طلعته كان في طبعا في إنبي، وكان أول مباراة رسمية ليه كان قدام نادي الزمالك يعني، ولقيته فعلا مميز جدا، بس كان عنده مشكلة إن الجري كتير في مساحات كتيرة وبيهدر يعني مجهوده على الفاضي. التوظيف بشكل جيد وهو دي بتتطور دي بتتطور وبتيجي مع الوقت وكان بيعمل فاولات في حتت كتير قوي ملهاش لازمة. صحيح ممكن أنت صحيح تعمل فاول حوالين منطقة الجزاء تيجي في الجون. ده يعني من ضمن الاسباب. كمان دكتور بيلعب في اكتر من مركز، يعني انا كنت اتكلمت مع كابتن ربيع بيلعب 10 مثلا مع كابتن ربيع ياسين، وبيلعب شفنا بيلعب باك يمين، بس هو مركزه الاصلي لعيب ارتكاز. لعيب ديفندر كويس قوي يعني، هو في مواليد 2001 ويمكن فرقت ليه على كذا مباراه، فعندك لعيب كمان صغير في السن مميز بيلعب في اكتر من مركز، باك يمين بيلعب، سيرد باك بيلعب، ديفندر ممكن جدا توظفه 10، فده طبعا مكاسب كبيره. ان العربي بدري كمان لعيب عنده روح وسرعه، بس هو لسه محتاج وقت يعني قابل للتطور. اللعيبه دي محتاجه قابله للتطور، ان انت بتوديها مثلا او بتديها ماتشات بيلعب في اكتر من مركز. صحيح زي صحيح اكرم بالظبط في بدايته. صحيح عنده السرعه، عنده القوه، بيعمل فاولات كتير، محتاج ان هو يهدى اكتر ويزود بقى حته القوه البدنيه، يكمل اكتر، يبقى عنده الرؤيه بقى حته ان انت تدي التمريرات الطوليه. مزبوط. دي حاجه مهمه جدا على فكره. برده عمرو السوليه في بدايته كان كده، بعد كده اتطور. اي لعيب في بدايته بيبقى كده،
تحديدا. اكيد اكيد بيتطور مع ادائه، واحنا بنتكلم مع المباريات ومع الخبرات. حتى دلوقتي بدا بعض الانديه بتشوف مثلا فخري بتطلب فخري للاعاره، فهنيجي ملف الاعاره. انت عارف ان كابتن سيد اعلن ان في 4 لعيبه هيرجعوا طبعا من اعاره للنادي الاهلي، محمد شريف طبعا واكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر. عايزين برضو نعرف تقييمك للأربعة دول خلال مشوار الدوري أو من خلال الإعارة، يعني في أنديتهم، كانوا في إنبي وكانوا في سموحة وفي الجونة. يمكن أول لعيب معنا هنبدأ بيه اللي هو ناصر ماهر. ناصر ماهر، ناصر ماهر تحديدا هو الأكثر أسيست في الدوري المصري، عامل 10 أسيست. بالتأكيد لما لعيب يعمل 10 أسيست بالتأكيد أنه لعيب مميز أو لعيب. ناصر ماهر كلنا عارفينه السنة اللي فاتت بالتأكيد، بس هو السنة دي هنبين للناس بالأرقام ايه الفرق ما بين ناصر ماهر السنه دي، ايه اللي اتطوره، ايه اللي خلاه، ايه اللي خلى اداره النادي او لجنه التخطيط في النادي الاهلي ترجعه. اكيد شافت في حاجه معينه عشان ترجعه. هل المركز اللي عندك دوت انت محتاجه ولا لا؟ طب قبل ما نتكلم على الارقام، انا كنت اعرف ان ناصر كان بيلعب وينج شمال او بيبقى على الطرف اكتر بالطرف. شويه يا ترى في سموحه كان توظيفه في نفس المركز ولا كان كمان بيخش كرقم 10؟ بيلعب الاثنين، بيلعب الاثنين، بيلعب الاثنين. حتى في النادي الاهلي برده السنه اللي فاتت كان بيلعب الاثنين، بيلعب في الاغلب بس اغلب المباريات 10 10، لان حتى لما كان بيلعب على بره هو دايما بياخد الكره يخش على جوه لان عنده فيجن. هقول لحضرتك يعني كمان حاجه بصراحه بيشرب نفسه بالخط اكتر يعني. يمكن ناصر ماهر تحديدا هو ايه سبب اعارته السنه اللي فاتت من النادي الاهلي، او ايه الناس شافت ايه ان هو ايه اللي خلاه يتم اعارته؟ ان هو ما كانش بيجيب جوان. ناصر ماهر السنه اللي فاتت مع النادي الاهلي ما جابش غير جون واحد، لعب ماتشات كتير، لعيب بصراحه ناصر ماهر من احرف اللعيبه في مصر، لعيب حريف جدا، لعيب عنده الرؤيه، لعيب مهاري، بس ناقصه كان ناقصه حاجتين. اول حاجه ان هو ما بيجيبش، ما ينفعش صانع العاب في النادي الاهلي ما يجيبلكش 6 7 تجوان في الموسم، مش عايز اقول 10 و11 بس على الاقل يعدي الخمسه والسته. معدل التهديف يعلى لازم طبعا. دي حاجه مهمه، ما ينفعش ان انت تكون لاعب هدف يعني طول الموسم. لو استعرضنا بقى الارقام هتبص الفرق التطور اللي حصل. بص دي ارقام ناصر. دي ارقام ناصر لو استعرضناها مهمه قوي. هنبين ده اللي على اليمين واللي على الشمال. اللي على اليمين اللي هو السنه اللي فاتت ده لما كان موجود مع النادي الاهلي، مع النادي الاهلي. واللي على الشمال ده وموجود مع سموحه. هنبين ايه اللي حصل، ايه التطور اللي حصل. اولا الناس كانت بتقول ان هو ما بيلعبش ال 90 دقيقه، بيجي يقع بدنيا، حتى مع كارتيروني يقول لك ده في اخر الدقايق يقع. طب ما تيجي نشوف السنه دي لعب ايه. السنه اللي فاتت لعب 23 مباراه، السنه دي 26. اهم حاجه في المقارنه دي اللي هي معدل الدقايق اللعب. السنه اللي فاتت كان بيلعب قد ايه؟ 78 دقيقه، يعني كان بيخرج عند الدقيقه 78. السنه دي بيخرج عند الدقيقه 89، يعني بدنيا اقوى لان المدرب بقى بيعتمد عليه اكتر، ان هو اللي ما بيخرجوش. بالظبط، عشان كمان بيلعب ما بيخرجوش غير عند الدقيقه مثلا 89. تمام. الحاجه الثانيه المهمه واللي كنت بكلم حضرتك فيها، ايه التطور اللي حصل لناصر ماهر؟ معدل الاهداف. السنه اللي فاتت جاب جون واحد بس، صحيح. السنه دي جايب كام جون بقى؟ 7. ايوه، هدف من 23 مباراه، السنه دي جايب 7 اهداف من 26 26 مباراه. بس تطور واضح في معدل الاهداف. السنه اللي فاتت انت ده سبب اعارته ان هو كانوا عايز النادي الاهلي كان رؤيته ان انت تروح، احنا محتاجينك ان انت تزيد اكتر وتجيب اهداف اكتر. وده على فكره دي شطاره اداره في الاعارات. حقيقي طبعًا. ان انت لما تودي لعيب ياخد فرصه مش معنى كده ان هو لا خلاص ييأس، ولا يروح ويلعب ويكمل وهو رجع تاني. صحيح. الحاجه الثانيه اهداف من ضربات جزاء، جاب السنه دي هدفين من ضربات جزاء. نيجي للاسيست، هو اكتر لاعب في الدوري عامل صانع اسيست، يعني صانع اهداف، 10 اسيست. السنه اللي فاتت 2 اسيست بس، يعني هو افضل لاعب على مستوى اللعيبه كلها على مستوى الدوري كله. الدوري كله عامل 10 كله عامل 10 اسيست في الدوري. يعني ممكن هنا ناصر ماهر فين من منتخب مصر؟ ممكن نسال السؤال ده. طبيعي لما لعيب يبقى عامل 10 اسيست ومسجل 7 اهداف، يعني عامل 17، مساهم في 17 جون مع سموحه او 17 هدف مع سموحه، تسال فين هو من المنتخب. انت خلي بالك كمان لاعب 26 مباراه مش لاعب 34، يعني انت كمان لعب. عدد المباريات اقل، لاعب 26 مباراه. في ناس لعبت اكتر. اكتر طبعا. نيجي بقى لصناعه الفرص. السنة اللي فاتت هو صنع 22 فرصة، السنة دي صنع 27 فرصة. نيجي ليه فرص على المرمى. يعني ايه فرص على المرمى؟ يعني فرص جات له وهو قدر يتعامل معها بشكل صحيح. السنة اللي فاتت جات له 18 فرصة، ما استغلش غير فرصة واحدة بس. جابها جول يعني 18 فرصة على الجول، جاب جول واحد. جاب جول واحد. السنة دي ده حاجة اسمها كونفرجن ريت، زي كونفرجن ريت. برضو السنة دي 18 فرصة، جاب 7 منهم أهداف. فالكونفرجن ريت بتاعه او المعدل، يعني معدل تسجيله مقارنه بمعدل الفرص اللي بتجيله. الفرص اللي بتجيله طبيعي، يعني انت بتتكلم يعني 18 و7 بتتكلم 50%، يعني لو جات له 10 فرص ممكن يسجل 5 اهداف. فدي حاجه، ده بيتاكد ان هو تطور على مستوى التهديف. اذا هو تطور على مستوى صناعه الاهداف،
تطور على مستوى تسجيل الأهداف، تطور على قدرات البدنية أنه هو بقى بيكمل لنهاية المباراة. نكمل اللي بعد كده المقارنة، هنبص نلاقي التمريرات. يعني التمريرات مش هتفرق كتير، لأن يعني التمريرات مثلا 787 من 983 السنة اللي فاتت، السنة دي هو جاي عامل 966 تمريرة صح. نسبة التمريرات تقريبا مقاربة 80% 78، طبعا أعلى في النادي الأهلي. في بعض الحاجات في المقارنات هتبان في النادي الأهلي أكتر عشان الفريق، عشان الفريق اللي أنت بتلعب فيه شكل استحواذ يعني شكل تأكيدا يعني. لكلام حضرتك مثلا استخلاص الكرة في ملعب الخصم، هتلاقي في النادي الأهلي بيلعب ضغط أمامي أكتر فبيضغط أكتر، فهو مثلا مع النادي الاهلي استخلص الكره 38 مره في ملعب قدام عشان بنلعب ضغط امامي التلت الهجومي. لكن هنا في سموحه 29. بالنسبه لقطع التمريرات، الدور الدفاعي بقى مهم قوي برضو طبعا. التطور على مستوى الدور الدفاعي، قطع التمريرات السنه دي 61 تمريره، السنه اللي فاتت 46. المراوغات الناجحه السنه دي عامل 84 مراوغه ناجحه من 138، السنه اللي فاتت 61 مراوغه ناجحه من 101. إذن تطور في نسبة التطور، أنت بتتكلم في أكتر نسبة بس نجاح تطور 25%، ده تطور هايل يعني. وهقول لحضرتك على حاجة برضو، بصراحة النادي الأهلي عندنا هنا في حتة المراوغات الناجحة دايما مش عالي قوي فيها، عكس مثلا لما كنا جايبين أرقام الوداد، حتة الحل الفردي اللي هو بيفوت على واحد على واحد بالزبط. دي مش موجودة قوي يعني، قليلة مش كتيرة، يمكن في كهرباء بعض اللعيبة القليلة. أنت لما تجيب لعيب عامل 84 مراوغة ناجحة، 84 مراوغة ناجحة في الدوري المصري رقم عالي كبير جدا طبعا. رقم كبير، رقم كبير جدا. نيجي برضو لاستخلاص الكورة ل 29 مرة برضو في ملعب الخصم، ليه؟ عشان ان اقل مع سموح، عشان النادي الاهلي بيلعب ضغط امامي. نيجي للتمريرات البينية او نيجي للتصويب على المرمى، برضو من الحاجات المهمة السنة مع النادي الاهلي عامل 54 محاولة منهم 15 صح، مع سموحة 41 محاولة منهم 13 صح. نيجي للتمريرات البينية الصحيحة، هنلاقي ان هو عامل 17 تمريرة بينية مع سموحة مقابل 11 مع النادي الاهلي. اذا ملخص المقارنة دي ايه بتاعت تحديدا بتاعت ناصر ماهر؟ ان يمكن ناصر ماهر زي ما قلنا هو اتطور في حتة تسجيل الاهداف، اتطور في حتة صناعة الاهداف، اتطور على المستوى البدني، على المستوى البدني اتطور، على مستوى الدور الدفاعي اتطور، على مستوى صناعة الفرص. اذا انت بتتكلم هل انت المركز ده محتاجه ولا لا؟ صناعة الالعاب انت هل انت معاه؟ طبعا عندك محمد مجدي قفشه، عندك صالح جمعه، ممكن هم ما بيلعبش كتير في الفتره الاخيره، وبالتالي انت محتاج برضو تدعيم في الحته دي، حته المركز 10 مع قفشه ومع صالح جمعه، ان يبقى في منافسه أكيد على المركز. ليه؟ أكيد. عشان ما فيش حد يحس ان مكانه مضمون. ان انا انت بتلعب في اكتر من بطوله كمان يا دكتور، بتلعب في 3 4 بطولات، محتاج لعيبه احسن في... ما كنت تروح تجيب صانع العاب ب 30 و40 مليون، ده انت عندك ابنك بيلعب في سموحه عامل الارقام دي كلها، واضح التطور. اذا دي صفقه تعتبر من صفقات النادي الاهلي الجديده في الموسم القادم. صحيح، هو لعيب مميز جدا، وانت يعني انا كمان كنت متابعه بشكل مباشر، لان كمان كنت ساعه ما كنت حتى بشتغل في منتخب المحليين كنت ببص عليه، كان كمان لسه هو صغير، كان بعض الحاجات اللي كانت ناقصاه بدات تزيد بشكل مباشر جدا، مثلا على مستوى الفتنس هو كان شويه فتنس البدني. على مستوى الاحتكاك لا بقى افضل كتير، على مستوى التمرير وهو كان دايما بيميل انه يخش لجوه، فتوظيفه في رقم 10 ده اعتقد افضل توظيف بالنسبه لناصر ماهر في الجزئيه ديت. وكمان اللي انت قلت عليه وكان مهم جدا، واللي يمكن انا كانت مفاجاه بالنسبه لي، انه بيعمل اكتر لاعب في الدوري عامل اسيست، وبالتالي عنده فيجن كويس. مع احترامي طبعا لنادي سموحه اكيد، لكن كمان امكانيات النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيلعب أكتر بشكل هجومي اكتر، وعنده لعيبه ممكن حتى انت عارف الاسيست دايما بينور لما يجي جول صح. يعني انت بتعمل 10 اسيست هيجي منها كام جول، فده صح. كمان رقم كبير جدا، واعتقد قدامنا على الشاشه هو برده طبعا دي بعض اللقطات هو مميز كمان بالتطور بلعب الضربات الثابته طبعا. هو بقى مفتاح لعبه مهم قوي، ان هو بيلعب العرضيات بتاعه الضربات الثابته دي، هتلاقي منها عامل كذا اسيست. احنا معانا لقطات ليه برده، ده هدفه في النادي الاتحاد، حته الايه التسجيل، ده اسيست الكوفي، ده صناعة الأهداف. هو طبعا كرات ثابتة عملها كويس، دي الأسيست بتاع ناصر اللي احنا اتكلمنا عنه، انه هو عامل 10 أسيست السنة دي اهو، دي واحدة لحسام حسن، بص الرؤية وبص التمرير الطولي بتاع ناصر. وخلي بالك هو دلوقتي كمان بيلعب، كان طرف يمين هو كمان ناصر، بيلعب طرف شمال عشان يخش على جوه، فدي كمان ميزة اهو كمان دلوقتي اللي معاه الكورة بتاعته. واضح جدا رجليه كويسة وعنده فيجن كويس، الأسيست اللي هي التمريرة اللي قبل الهدف اللي بالظبط عشان برضه مشاهدين يكونوا شايفينها ده برضو في نص يا تقريبا مركز 10 تقريبا، وعامل كرة هايلة، بص الرؤية هايلة، لا صانع العاب بصراحة يعني، وكمان زي ما انت قلت في الكور الثابتة متخصص لعب الضربات الثابتة هو كمان من الحاجات المهمة.
انت عندك في حته الضربات الثابته في النادي الاهلي محتاج حد يزود الحته دي. يعني كنا بنفتكر عبد الله كان بيعملها كويس، قفشه دلوقتي بيعملها كويس، بس عايزين كمان زياده يعني، بس ما بنجيبش منها اهداف كتير يمين وشمال يعني. حته الاهداف احنا في حته الضربات الثابته محتاج ان انت تشتغل عليها اكتر. ده حقيقي، ده حقيقي. واضح جدا ان شاء الله يكون يعني مكسب واضافه للنادي الاهلي ناصر ماهر. نيجي محمد شريف. محمد شريف قدم برضو موسم اكتر من رائع، والكابتن حلمي طولان بصراحه يعني كمان كان بيشيد بيه بشكل جيد جدا. يمكن كمان كان في تصريح للكابتن محمد كابتن حلمي طولان ان هو كان بيكلم كابتن سيد، هو كان مصمم انه يقعد، وكان كلم كابتن سيد كذا مره، طب ايه رايكم، طب لكن كابتن سيد طبعا قال ان احنا محتاجينه، وبالتالي هيكون موجود معانا بشكل كبير. محمد شريف زي ما انت عارف يا دكتور بيلعب في اكتر من مركز، بيلعب 9 وبيلعب 11 او بيلعب كمان 7 يعني جناح ومهاجم وهمي. بالظبط. نعرف برده ارقام محمد شريف طبعا في الدوري المصري من خلال وجوده هو طبعا تاني هداف الدوري. يعني احنا بنستعرض ارقام تاني هداف، احنا قلنا ناصر ماهر الاكثر اسيست، الاكثر صناعه للاهداف، محمد شريف تاني هداف الدوري بعد عبد الله السعيد. يمكن محمد الشريف لعب 30 ماتش السنه دي، معدل دقائق اللعب 81 دقيقه، لعب 2421. المركز زي ما حضرتك تفضلت قلت ان هو بيلعب في اكتر من مكان، بيلعب مهاجم وهمي، كان دايما كابتن حلمي طولان بيستخدمه كمهاجم وهمي، بيسقط لتحت يفتح مساحات لزمايله، وساعات بيلعب جناح. لعب 18 ماتش مهاجم ولعب 12 ماتش جناح، يعني لعب مهاجم اكتر. اهداف جاب 14 هدف منهم هدفين من ضربات جزاء، وعامل 3 اسيست، يعني مساهم في كام هدف؟ مساهم في 17 هدف مظبوط، وصانع 22 فرصه، جات له كام فرصه، هو 42 فرصه على المرمى منهم 15 فرصه صحيحه، يعني قدر ان هو يستغلها. دي نقطه مهمه جدا. محمد شريف برده كان ليه دور مهم قوي مع امبي في حته، ان هو اصلا محمد شريف امبي بيلعب ان هو بيقفل ورا وبيلعب على الهجمه المرتده، فتوظيف محمد شريف لعيب سرعات محتاج مساحات اكتر، فانت لتوظيف كابتن حلمي طولان يحسب له ان هو وظفه كحته مهاجم وهمي. يمكن احنا برضو ما شفناهوش قبل كده كمهاجم وهمي، كابتن حلمي جه وظفه كحته مهاجم وهمي، شفناه في ماتش الزمالك لما قدر يستغل المساحات اللي في ظهر المدافعين. صحيح. فدي حاجه تحسب برضو كابتن حلمي توظيفه. ولكن هل محمد شريف هيلاقي المساحات دي في النادي الاهلي؟ دي نقطه مهمه، يعني حته ان طبعًا انت طبعا بتختلف، طبعا بتختلف ان انت الفرق برضو بتلعب بالظبط. يعني لكن دي الميزه حاجة دكتور انه كمان بيلعب على اطراف، يعني بيلعب على اطراف، دي حاجه مهمه جدا. يعني عندك الثلاث مراكز لو مسته كمان ان هو هداف، الجناح الهداف ده اهم ميزه في محمد شريف للتهديف. يعني انت بتتكلم في 42 فرصه، انت بتتكلم في 15 فرصه ومسجل 14 جون، ده حقيقي مظبوط. تاني هداف الدوري، فدي نقطة مهمة، أنت خاصة إن أنت مركز الجناح عندك محتاج تدعيم. مظبوط. يعني أنت بتشتغل عليه، جايب طاهر محمد طاهر، وعندك كهرباء، عندك الشحات، بتحاول أنت وأحمد الشيخ، بتحاول إن أنت تدعم الحتة دي أكتر، لأن تحديدا الفرق العالمية كلها دلوقتي أو كل فرق العالم اللي بيدعم أجنحته اللي عنده جناحين كويسين. إيه سر قوة نادي الأهلي وقوة نادي الزمالك؟ إيه اللي وصلهم دوري أبطال أفريقيا؟ الجناحين، ويكون عندك واحد كمان في البوكس بيستغل طبعا الكلام دوت. يعني احنا والجناحين يعني تحديدا، لأن مزبوط الأدوار الدفاعية بتاعتهم مهمة جدا بالنسبة للباكات اللي بتلعب دوران. لأن أنت بتلعب دوري أبطال أفريقيا بتلعب محتاج إن الجناحين دايما يشتغلوا. لو بصينا على بقى الأرقام بتاعت محمد شريف، هل الدور الدفاعي بتاعه كويس ولا لا؟ دي اللي الارقام هتبينه. يعني لو بصينا على الصوره اللي بعدها هنلاقي ان هو اهو الصوره اللي بعدها دي التمريرات صحيحه، وقطع التمريرات بص حضرتك بقى قطع التمريرات قد ايه، 51 تمريره. اذا هو برده في الدور الدفاعي كويس، دي حته مهمه قوي، لان طبعا النادي الاهلي اهم حاجه عنده الدور الدفاعي في الجناح. قبل ما بتشوف اهدافه النادي الاهلي دايما بيشوف قطع التمريرات. المراوغات الناجحه 61، ناصر ماهر كان اعلى في المراوغات كان حاجه 80، محمد شريف 61. بس بتفرق بوزيشن برضو، بتفرق طبعا بوزيشن. بتفرق بوزيشن طبعا. بس طبعا دي حاجه مهمه ان انت برضو بتدور على اللعيبه اللي عندها مراوغات، اللي عندها الحل الفردي اكتر. مظبوط. التمريرات البينيه الصحيحه 6، نسبه التمريرات الصحيحه 77. يمكن شفت بعض الناس برضو معلقه على حته التمريرات الصحيحه لمحمد شريف، مش بتفرق كتير قوي التمريرات الصحيحه مع المهاجم. المهاجم الرينج بتاعه من 70% ل 80%. ليه؟ لان المهاجم اصلا بيبقى باص لورا بيحضروا عليه، فاغلب تمريراته بتبقى يعني مش شرط ان هي تلاقيها 90% زي لعيب الارتكاز بيبقى جايب وشه، لا علشان هو بيبقى يا اما بيسندوا عليه فهو بيسندوا عليه على جنب، خاصه الكور العاليه. مظبوط. لكن فطبيعي هو مش هيطلع كره لقدام يعني. فطبيعي ان هو تمريراته بتبقى رينجها من 70 ل 80، ده رقم يعني عادي بالنسبه للعيبه دي، بالنسبه للمهاجم. استخلاص الكوره في ملعب الخصم طبعا 15 مره، عشان نادي انبي بيلعب دفاع منطقه ما بيلعبش اصلا. مظبوط. ضغط امامي في النادي الاهلي زي النادي الاهلي،
فقد الكرة في منتصف الملعب ده برضو رقم مهم، ان هو فقد الكرة 30 مرة بس، 30 مرة بس قليل. ده رقم قليل قوي. مظبوط. ده في لعيبة بتفقد الكرة 10 مرات في الماتش الواحد. بالظبط. فده بيقول لك انه محطة كويسة، إن هو محطة كويسة. دي حاجة مهمة قوي. معدل فقد الكرة بتاع محمد شريف بيحافظ على كورته بشكل كويس، محطة كويسة، هداف، بيقدر يخش للعمق. دي حاجة مهمة قوي. محمد شريف يمكن هو برضو محتاج ان هو يتطور اكتر لما يجي ان شاء الله النادي الاهلي، ولكن العمله التهديفيه او القدرات التهديفيه لمحمد شريف عالية. هتصنع الفرق مع النادي أكيد. الاهلي لو بصينا برضو على بعض اللقطات لي، هو كمان مميز جدا زي ما اتكلمنا ان هو على المستوى كمان على المستوى البدني هايل، لان عدد الدقائق اللي لعبها بشكل كويس. دي بعض اللقطات الفنيه طبعا، القدرات التهديفيه العاليه اهم بالزبط. حاجه في محمد شريف. بص حضرتك، بص الجون ده من بص ده اسيست، ده اسيست. محمد شريف اللي هو اهو هو اللي مع الكره، هو اللي بيصلح الكره. هتلاقي ان اغلب الاماكن جوه البوكس، اغلب تمركزاته جوه، اهو مهاجم وهمي. دي اهدافه بقى تقريبا، ده في فرق طبعا، في فرق سرعه كويس، في كوره كويسه، هو محتاج مساحات اكتر عشان هو لعيب سريع، وفي الفترات زي دي محتاج كره في مساحه عشان يجري بيها، عشان يروح لها. هينفع قوي في المباريات اللي بره الارض، في مساحه عنده سرعات كويسه، ينفعنا جدا في المباريات اللي بره الارض. صحيح. في افريقيا ان انت ممكن كاونتر اتاك تستغله على كاونتر اتاك بشكل كويس تحديدا. ده برضو بعض الاهداف ليه، برضو ما شاء الله، يعني سرعه كويسه، وعنده رؤيه وفيجن كويس على الجول. ونلاحظ اللقطه اللي فاتت انه كان جاي من الطرف كمان، ده الضغط على الخصم اعتقد، الضغط ده قطعها وسجل ورقص وجاب جول. ده في وادي دجله، لان وادي دجله اصلا من الفرق اللي بتحضر من تحت. ده برضو هدف تاني. ده طبعا هدف تاني اهو، دي برضو ده الفينش بتاعه وان تاتش، يعني ممكن جدا في اي واحد ممكن يوقف، هو ممكن مسته يسني. في القدرات التهديفيه وفي السرعات، ولعيب بوكس كويس، واضح انه لعيب بوكس. دي الخلف، السرعه والفينش، اعتقد ده من الاهداف الجميله، لانه رؤيه حلوه، وهو مساحه كويسه وقاطع، وهو بيجري. خلي بالك دايما بيبص على الجون، لو نعرف نرجع رجع الجون اللي فات دوت. هو في ميزه كمان ان هو بيجيب بيمينه وبشماله. صحيح. يعني الهدف اللي فات ده الكره دي، وهو بسرعته لمح بشماله. كمان وبشماله بالظبط، هو اصلا لعيب ايمن. يعني الهدف اللي بعد ده هو جابها، يعني ده جابها بيمينه اهو، دي اللي هي بتعاد، هي الفكره انه وهو بيجري بسرعته خلاص، هو محضر نفسه والجون طالع فحطها بشكل كويس. دي بشماله كويس. بص دي بقى بيمينه، فبيجيب بيمينه وبشماله نفس الهدف طبعًا. على فكره لعيب محتاج مساحات، لعيب سرعات، لعيب الفينش بتاعه كويس، يمكن الهدفين دول بيلخصوا الجمله دي. وكمان في لقطه كمان ان هو يعني دايما تلاقي راس الحربه التقليدي قريب من السرد باك، لا هو بياخد بوزيشن حلو قوي. وبعد كده انا عاجبني فيه ان هو الاخيره، التاتش الاخير، الفينش بتاعه، اللمسه الاخيره حلو جدا. فيعني ده من اللعيبه ان شاء الله تكون اللعيبه المميزه. نخش على أكرم ان شاء الله اكرم توفيق، نستعرض برضو على بقى ده اكرم، اعتقد على المستوى الدفاعي اكتر شويه. هو اكرم توفيق برضو ليه اكرم صفقه مهمه تحديدا؟ انت دلوقتي عندك في حته الارتكاز اليو ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي، محمود متولي مصاب، هل انت في ثلاثه ارتكاز دي هتكفيك؟ خاصة بعد رحيل احمد فتحي كنت مثلا بتحطه باك يمين، اكيد انت محتاج سكواد يكون عندك اربعه ارتكاز على الاقل. ده حقيقي. ليه؟ لان انت ممكن تلعب في ماتشات ثلاثه ارتكاز في افريقيا، ممكن واحد فيهم يتصاب. انت من وجهه نظرك هو يشتغل 8 ولا يشتغل 6؟ احنا بنلعب 6 و8، يعني بنلعب هو اكرم باتنين. عنده المستين، بس انا بشوفه في 6 اكتر. في 6 اكتر، برافو عليك. ليه؟ لان هو معدل قطع الكرات بتاعه عالي قوي، وعرضه دي اكتر، وهو كمان بيديك، هو شبيه باليو ديانج، يعني ينفع طبعاً بديل قوي، او هو بديل جدا لاليو ديانج في حاله مثلا لا قدر الله اصابته اوقافه. صحيح. تحديدا انت محتاج واحد تقيل في الحته دي. اكرم توفيق نفس النوعيه، عنده الرؤيه، بيكمل. احنا لما نستعرض ارقامه دلوقتي هتلاقي ان هو زاد في المراوغات، زاد في المحاولات، دي حاجه مهمه جدا، غير ان هو في قطع الكرات اصلا كويس جدا، ارقامه عاليه فعلا. فدي لو استعرضنا بقى ارقام اكرم توفيق السنه دي، لو بصينا عليها هنلاقي ان هو لعب السنه دي 30 ماتش مع الجونه، طبعا لعب 2872 دقيقه، 2800 معدل دقايق اللعب 85 دقيقه، اذا هو على المستوى البدني كويس، المستوى البدني هايل طبعا، مسجل هدفين وصانع اهداف اثنين. ده يمكن السؤال اللي حضرتك سالته، هل هو هيلعب 6 ولا 8؟ الارقام دي برضو بتبين ان هو ممكن يلعب 8، ان هو صانع يعني هدفين، بس يعني هو يعني ممكن هدفين، ممكن يكون هي شوطه بس عنده المستين، عنده لكن عنده هو جزئية. افيد في حته السته، بس سته، هو سته طبعا، سته طبعا احلى بكتير اكيد، بس هو بيلعب الحتتين دي ميزه، ان انت عندك اليو ديانج بيلعب 6 و8، وعندك حمدي فتحي بيلعب 6 و8، وعندك عمرو السوليه بيلعب 6 و8، وعندك اكرم توفيق بيلعب 6 و8،
عكس لما تجيب مثلا لعيب مثلا على سبيل المثال طارق حامد ستة فقط، مثلا حسام عاشور ستة فقط مثلا، يعني بدي مثال. لكن انت دلوقتي نوعية اللعيبة في النادي الاهلي خاصة مع موسيماني عندها مرونة تكتيكية، عندها مرونة في حتة الثنائي الارتكاز، يلعب ستة يلعب تمانية، دي مهمة قوي. ليه؟ لان الراجل اصلا بيلعب كرة حلوة، كرة ممتعة، محتاج لعيبة كرة دايما. كل واحد انت واحد هو حتى ممكن يقول لاي واحد فيهم انت تثبت والتاني يروح، والتاني يعني مش هتفرق بقى مين ستة ومين تمانية، دي حاجة مهمة جدا. بنيجي لصناعه الفرص 12، مش كتير قوي صناعه الفرص، فرص على المرمى اللي جات له 5 فرص بس، مسجل منهم 2. نيجي بقى نبص على الارقام الدفاعيه، بس ده برضو بوزيشن لانه بعيد عن ال 18 عشان طبعا يعني. هو لعيب ارتكاز دفاعي طبعًا. التمريرات الصحيحه بتاعته اكرم توفيق عامل 1233 تمريره صحيحه من 1431 بنسبه دقه 86%، ده رقم كبير، رقم مميز، معدي ال 1000 تمريره صح، ده رقم كبير فعلا. التمريرات البينية الصحيحة 6. الحاجة المهمة نبص بقى على الثلاث أرقام دول، أهم ثلاث أرقام في الأرقام كلها. أولا المحاولات على المرمى، أكرم توفيق عامل 46 محاولة على المرمى، تصويب على المرمى، دي مهمة جدا. إن أنت عندك حمدي فتحي بيسدد وأليو ديانج بيسدد والسلاية بيسدد وجايب نفس النوعية، أكرم توفيق عنده حتة الزيادة والتكملة، وكمان بيسدد من مسافات بعيدة، يعني أكرم أنا عارف من حتة التسديد وعلى فكرة اتطور فيها في آخر سنتين، يعني حتة التسديد دي تحديدا دي أهو عامل كام، 11 محاولة صح من 46. أوكي. الحتة اللي اتطور فيها أكتر المراوغات الصحيحة، أكرم بقى عنده حتة الاختراق والبنتريشن والمراوغات الناجحة. تخيل لما لعيب ارتكاز دفاعي يبقى عامل 73 مراوغة ناجحة مع الجونة، 73 انت بتتكلم في 73% نجاح، حته برضو ان انت عامل 73 مراوغه ناجحه كبير قوي في حته لعيب ارتكاز دفاعي، يعني اصلا لعيب الارتكاز دفاعي ده ممكن ما يبقاش مهاري، يعني هو بيقطع وبيسلم وبيمرر مثلا، لكن حته المهاره وحته التكمله في التسديد مهمه قوي قوي في لعيب زي ده. قطع التمريرات 131 تمريره صحيح، يعني الدور الدفاعي طبعا بسم الله ما شاء الله بتاعه عالي جدا. هنستكمل بقى الارقام برضو حته الالتحامات، لان لعيب الارتكاز حتة الكسب الكرة الثانية والسكند بول مهمة جدا. استخلاص الكرة من ملعب الخصم طبعا الجونة أغلب ماتشاته يعني مش بيلعب زون شوية، بيلعب زون 51. نيجي بقى للالتحامات، نسبة فوزه بالالتحامات الأرضية 61%، نسبة فوزه بالالتحامات الهوائية 59%، يعني تقريبا الاثنين 60%. في نسبة كويسة في الجيد، يعني مش نقول امتياز بس نقول جيد. بالظبط، يعني ممكن نقول جيد جدا. يعني هو كمان اصل هو مش طويل، يعني برضو مش طويل، اكرم مش طويل، فانه ياخد 59% كرات هوائيه فده شيء عنده قوه وعنده اداء وعنده جنب كويس رغم انه قصير. يعني نيجي بقى لفقد الكرات في منتصف الملعب 44، ده رقم برضو يعني كبير، مش حلو قوي حته فقد الكوره في ملعب منتصف ملعب. هو ممكن بيكون في الجونه بيلعب اكتر، عايز يبين نفسه اكتر، عايز يرقص ويشوط، بياخد ريسك اكتر. بالظبط. الاخطاء 2.5 في الماتش الواحد، برضو الاخطاء بتاعته تعتبر قلت شويه عن قبل كده. تمام. الكروت الصفراء حصل على 7 كروت صفراء، محتاج ان هو يقلل شويه الكروت الصفراء عنده، ولكن مركزه ونوعيته زي ايه؟ عدد كويس، عدد كويس بالنسبه لمركزه. بتتكلم لعب 30 ماتش ولا لعب لعب 30 ماتش، طيب. اخد 7 كروت صفراء مش وحش بالنسبه لمركزه طبعا، بالنسبه لمركزه مش وحش. بنشوف مراكز ثانيه بتاخد كل ماتش انذاري، بس هو بالنسبه يعني هو انت النهارده هل اكرم هيفيد ولا لا؟ نيجي نبص، احنا عندنا اليو ديانج وعندنا عمرو السليه وعندنا حمدي فتحي لازم يبقى في معاهم رابع اكيد. ليه؟ وانت كمان جايب نوعيه زي اكرم توفيق بتلعب 6 وبتلعب 8، بيقدر يكمل وبيقدر يروح، وزي ما قلنا هو اتطور في ايه؟ اتطور في المحاولات على المرمى، واتطور في المراوغات الناجحه، واتطور في قطع التمريرات. دي برضو بعض اللقطات لاكرم. ده على مستوى استخلاص الكوره على مستوى استخلاص الكوره طبعا ده شيء مهم جدا. واحد يعني انت عندك مكاسحه الغام في النادي الاهلي اللي هو اليو ديانج، لازم يبقى ليه بديل او لعيب يقدر ينافسه. بص اليو ديانج وده اكرم توفيق قطع الكوره، دي ده حاجات بتبين قطع الكوره. ده برضه هو عشان خلي بالك كمان بيزيد لقدام، يعني ده قطع الكوره، ده قطع تمريره توقع، قطع تمريره توقع وهو رايح للخط خط الكوره بمعنى صح، وعنده زي ما انت بتقول ده، يعني ده كان تقريبا في مركز 8 انه يطلع الجزء ده 8، الجزء ده الضغط العالي، بدا ياخد الكوره اللي استخلص الكوره ورجعت للافريقيا، فكمان بيزيد كل ده شايفينه بيزيد. انت محتاج التانية النوعيه دي قوي، انا عايز اشوف الضغط العالي، هو الضغط العالي، الضغط العالي هي دي قطعت الكوره وكمان تكمله ماشي بالكوره بيكمل وبيحاول يعمل اسيست، فده شيء مهم جدا. هو رقم 14 دي مناسبه لاسلوب لعب النادي الاهلي قوي. دي كمان بقى بيصنع، بيقطع من هنا ويصنع هدف كمان، يعني بدا يخش لقدام
شكل عمرو السوليه شويه في الحته ديت انه قطع ويسلم وجي منها جول. دي برضو صناعه اهداف برضو قطع كويس. الضغط في الاول يا دكتور مهم جدا، بيقطع كويس وده دي حاجه مناسبه لاسلوب لعب النادي الاهلي. واسيست واسيست ده كان احمد ياسر ريان اعتقد جاب الجول ده، ده من اهدافه بقى هو شخصيا بيكمل في ال 18 وبيشوط كويس. فواضح زي ما انت قلت يا دكتور ان هو بيزيد يعني هو مع الجونه عنده حته الريسك، عايز يكمل، عايز يقطع، عايز يعمل ضغط عالي. فدي طريقه هو بيلعب الحتتين، هو طريقته عنده باور لقدام يعني عنده باور انه يقطع الكره ويكمل يعني. بس هو اتطور كتير يعني اكرم في بدايته كان بيعمل فاولات كتير قوي ولعب بيجري وما تحس ان هو مش مجهوده مش بيستغله الانتاج يعني بيعمل مجهود كبير وانتاج قليل. لما لعب ماتشات كتير في النادي الاهلي ومع منتخب مصر الاولمبي ومع نادي الجونه بقاله موسمين، لا اتطور كتير يعني. ده صحيح. اتطور كتير. صلاح محسن نيجي اللاعب الرابع معانا اللي هو برده راجع، صلاح محسن. طبعا صلاح محسن كلنا وبداياته كانت موفقه واحد وكان موجود معانا في المنتخب. انا كان قبل ما اشوف كان من عيوب صلاح شويه ان هو يمكن بدنيا، كان بيتكلم على بدنيا شويه، عمليه من افضل حالاته ان هو بيلعب براسه كويس الفرص. احنا كنا شايفين الفرص التهديفيه بالنسبه له بيجيب يعني لو جاله 3 4 فرص ممكن يسجل يعني. عايزين نعرف ارقامه السنه دي مع سموحه كانت تمام. كان شغال بانهي يعني بشكل عامل ازاي. تمام نيجي نبص الاول على ارقام صلاح محسن مع نادي سموحه. لعب السنه دي 14 مباراه 1129 دقيقه، معدل دقائق اللعب 81 دقيقه، مسجل كام جون في 14 مباراه لعبها؟ 5 اهداف، وصنع 2 اسيست. صنع كم فرصة؟ 17 فرصة. هو لعب 14 مباراة مسجل 5 وصنع 2، يعني 7 أهداف في 14، يعني تقريبا بيساهم في نص هدف في الماتش سواء على مستوى الصناعة أو على مستوى الإحراز. الإحراز الأهداف صناعة الفرص رقم مهم قوي. هو على فكرة في سموحة ساعات بيلعب كتير جناح، ما بيلعبش، بيلعب جناح شمال أغلب المباريات، حتى في مباراة الزمالك في كأس مصر في الهدف اللي جابه اللي هو بيلعب جناح يعني أيسر، لأن هو عنده حسام حسن قدام فبيحط صلاح محسن جناح. فممكن برضو الحتة دي مهمة قوي إن صلاح محسن موسيماني مثلا بيلعب 4-4-1-1 سواء محمد مجدي قفشة بيبقى سايد شوية عن مروان تحته، فممكن صلاح محسن هل هيلعب تحته هل هيلعب عنده حتة اللامركزية. وصلاح بيلعب شادو سترايكر كويس يعني حتى تحت المهاجم وبيلعب مهاجم وبيلعب جناح. بيلعب مروان وهو بتحتيه يعني بعض الماتشات كان مروان هو الراس الحربة، هو كان بيلعب كمان الحته اللي تحتيه بيخش من على الاطراف ويخش يكمل، فطبعا ميزه. وصنع 17 فرصه، ده رقم مميز قوي في 14 مباراه، رقم حلو قوي ان هو بيصنع فرص كتير. نكمل نبص نلاقي برده جات له كام فرصه، 19 فرصه استغلهم بشكل صحيح في 5 فرص. عدد التمريرات 235 تمريره منهم 151 تمريره صح، يعني نسبه دقه التمريرات 64%. زي ما قلت لحضرتك بالنسبه للمهاجم طبعا الرينج ده من 60 ل 80 مش وحش، كويس. نيجي للتمريرات البينية 10. لنلاحظ الملحوظ في صلاح محسن السنة دي في تطوراته، أهم رقم عنده صناعة الفرص والتمريرات البينية. هو صلاح محسن كان فردي شوية في بدايته، ما كانش بيصنع فرص كتير. الملحوظ اللي احنا شفناه صناعة الفرص كانت كتير والتمريرات البينية 10 كتير برضو. يعني بدأ يلعب جماعي بشكل أفضل شوية. يلعب جماعي أكتر، وده برضو عشان أنه بدأ يلعب كجناح مع سموحة أكتر من فرض عليه. التسديد على المرمى 29 محاولة على المرمى منهم 12 صح. المراوغات 21 مراوغه ناجحه بنسبه نجاح 42%، ده رقم برضو كويس بالنسبه لي صلاح محسن. لكن نيجي بقى نشوف هل صلاح محسن النادي الاهلي في مركز راس الحربه محتاج راس حربه، نعدهم. عندك مروان وعندك بادجي ومروان يعني دول اتنين، دول 9 دول اللي موجودين مع غير بقى كهربا والناس اللي ممكن اذا انت محتاج ايه ممكن ساعات يعني ساعات اذا انت محتاج واحد مصري، لان انت مثلا يعني عندك الاجنبي فانت محتاج كل ما تدعم بمصري محل يعني لعيب مش افريقي في حته راس الحربه تفرق يعني طبعا اكيد هتفرق. وخلي بالك عايزين نوضح للساده المشاهدين او جماهير النادي الاهلي، مش لازم كلمه صفقات يبقى لازم صفقه لعيب اجنبي. انا اعتقد دي صفقات للنادي الاهلي يعني، دي انت لما بتطلع لعيب بيستفيد وارقامه بتقول ان هو جاهز يلعب النادي الاهلي دي يعتبر صفقات يعني. احنا مش لازم في صفقه ان انا لازم ادفع فلوس كتير قوي عشان اجيب لعيب من بره، لكن مهم جدا ان اللعيبه تفيدنا. وكمان مهم البوزيشن يعني كمان دي رؤيه، بيلعب في اكتر من مركز، بيلعب جناح شمال وبيلعب مهاجم. بس في نقطه مهمه برضو في صلاح محسن، حته العقليه، مهم جدا التطور في حته العقليه، لان هو بدا كيرفو كان عالي جدا 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 وكان افضل مهاجم في مصر. صلاح محسن صلاح محسن ده اجيري مره قال له انت من افضل اللاعبين الموجودين في مصر حاليا، ساعه ما بيتكلم عليه امكانياته اللي كانت بتظهر في التمرين
لا ده الكيرف بدا هو بدا الكيرف سنة بعدين بدا يرجع سنه في تصاعدي. مظبوط. فدي الفرصه اللي جايه له لازم يقاتل عليها. ده حقيقي. لان هو لو ما استغلش الموسم ده مع النادي الاهلي يعني لازم يستغل الموسم ده. حقيقي. الكيرف بتاعه هينزل. يعني في مهاجمين مثلا شفناهم طلعوا مثلا عمرو جمال او اي مهاجم مثلا طلع بشكل كويس بعدين الكيرف بتاعه وقع ما قدرش يرجعه. صلاح محسن الفتره دي مهم جدا ان هو الكيرف بتاعه خلاص هو كان طالع بشكل زي ما حضرتك قلت ان هو كان اجيري كان بيقول له ان انت واحد من افضل والناس كلها كل الخبر طبعا من افضل كان من افضل المهاجمين وكان ليه اهداف مميزين حتى لو جبنا بعض الاهداف ليه هنلاقي ان هو واحد من كان من افضل المهاجمين ليه يعني صحيح افضل صحيح. المهاجمين ولعب منتخب مصر وسجل مع حضرتك في ماتش تونس لما مزبوط. جاب الجون محمد صلاح لعبها له 3-2 مظبوط وكان لسه نازل وسجل هدف. انا شايف دكتور من خلال الارقام ديت وطبعا احنا عندنا هقول اربع صفقات أربع صفقات من جديدة مصريين موجودين في النادي الأهلي. ودي حاجة إن شاء مهمة الله. بتوفر عليك فلوس طبعا لما طبعا. تروح تشتري دلوقتي الأسعار يقول لك 20 و30 مليون و40 مليون أنت عندك لعيبة ده شغل الإعارات الصح إن شغل الإدارة مزبوط. الصح إن أنت تفكر إزاي تطلع لعيب تستفيد بيه زي أكرم توفيق بتفيد برضو النادي التاني زي نادي الجونة استفاد وفي نفس الوقت اللعيب اتطور ورجع لك أنت محتاج مثلا أربعة ارتكاز زي ما قلنا على أكرم توفيق حته المهاجم انت اصلا عندك عجز في مركز المهاجم ده حقيقي. عندك مروان وعندك بادجي بس فانت محتاج مهاجم عليهم انت ومحتاج بتتكلم على معدل اعمار صغيره الاولاد لسه كلهم صغيرين ما شاء الله وخدوا خبرات ويعني كل ديت يعني استفاده وده خلي بالك كمان بيدي دافع للولاد حتى اللي قبل كده يقول لك انا هروح اعاره لا ده دلوقتي ممكن الناس تقول لك انا عايز اروح اعاره عشان ابقى بان في الدوري وارجع تاني النادي الاهلي فيعني كلها استفاده للنادي الاهلي نتمنى طبعا التوفيق دكتور احمد بنشكرك شكرا جزيلا بجد يعني قدمت لنا فقره رائعه وان شاء الله باذن الله يعني هتكون موجود معانا بصفه دايما عشان كمان الناس تحب تشوف صفقات ونتكلم على ارقام وان شاء الله باذن الله كل صفقات بس صفقات النادي الاهلي الجديده ان شاء الله نتكلم على صفقات النادي الاهلي وسعيد طبعا بالتواجد مع حضرتك وبالتوفيق دايما شرفتنا ونورتنا الدكتور الكبير احمد ثابت شكرا جزيلا بعد الفاصل معانا نجم النجوم الكابتن محمد عامر مرحب بحضراتكم مره ثانيه في البيت الكبير النهارده معانا واحد من افراد الجيل الذهبي التاريخي الكبير للنادي الاهلي الحقيقه كان على راسه طبعا الكابتن محمود الخطيب صحيح اسطوره الكره المصريه لكن ضفنا النهارده نجم فرض نفسه على تشكيله الاهلي ومنتخب مصر في السبعينات تحديدا والثمانينات كمان وكان مقرب جدا من المدرب المجري الاسطوري هادي كوتي وقتها النهارده معانا في البيت الكبير بيته الكابتن محمد عامر اللي منورنا ومشرفنا النهارده بجد الله يبارك فيكم متشكرين جدا على التقديمه الجميله دي ربنا يبارك فيكم وبعدين انتوا يعني مجمعيننا في البيت الكبير كابتن منورنا يا كابتن على المستوى الشخصي انا سعيد ان اكون موجود مع حضرتك اسطوره كبيره وقامه كبيره جدا وطبعا احنا موجودين كلنا في بيتنا في البيت الكبير في البيت النادي الاهلي يعني انا سعيد جدا طبعا ان انت موجود ربنا يخليك ربنا يخليك يعني برنامج جميل و يعني عامل واجهه جميله جدا للقناه وانا بحب جدا اتفرج على البرنامج بتاعكم منورنا يا كابتن ومشرفنا وعندنا حاجات ان شاء الله كتير قوي هنتكلم عليها النادي الاهلي والبطوله الافريقيه وطموحاتنا نتكلم كمان عن حضرتك وعندك اكيد ذكريات جميله جدا مع النادي الاهلي فكل ده ان شاء الله نتكلم شاء الله مع حضرتك فيه نشوف التقرير ونرجع مع الكابتن الكبير محمد عم. على مر تاريخ الكرة المصرية مر على المارد الأحمر كوكبة من النجوم الذين حفروا أسماءهم بحروف من ذهب ولا يمكن أن تسقط من ذاكرة عشاق القلعة الحمراء لمساتهم الساحرة ولا مبارياتهم المدهشة التي قدموها رفقة الفريق ومن هؤلاء النجوم نجم النادي الأهلي السابق والمدرب الخلوق محمد عامر الذي فرض نفسه كواحد من أبرز أفراد الجيل الذهبي للأهلي والكرة المصرية في السبعينات والثمانينات ولد محمد عامر في 22 من شهر أبريل عام 1954 وبدأ الرحلة مع كرة القدم بنادي كفر الشيخ وعمره 13 سنة فقط ثم تم تصعيده للفريق الأول وعمره 16 سنة كما لعب بدور القسم الثاني 7 مواسم وانضم لمنتخب المدارس في موسم 1975 ومع هذا المنتخب تحت قيادة مدربه القدير طه إسماعيل
حصل على هداف دورة الإسكندرية الدولية. بعد تألق محمد عامر وبزوغ نجمه في دور القسم الثاني، شاهده الأسطورة المجري هيدي كوتي المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي، وأعجب به وانبهر بمستواه، وطلب من الإدارة ضمه للفريق ليرتدي عامر قميص الشياطين الحمر عام 1977. ظهر محمد عامر بقميص الأهلي لأول مرة أمام فريق جوت بالبيس الذي لعب في بطولة الدوري العام موسم 1977-1978، وفاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، حيث سجل محمود الخطيب هدفين ومحمد عامر هدفا، ليترك بصمته الأولى مع الشياطين الحمر ويقدم نفسه بشكل رائع لجماهير النادي العريضة. بعد الانضمام للأهلي سرعان ما فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق طوال نحو 10 مواسم، من عام 1977 وحتى عام 1987، وشكل ثنائيا خطيرا في هجوم المارد الأحمر مع الأيقونة الكابتن محمود الخطيب. وخلال هذه الرحلة خاض 206 مباراة محلية في بطولتي الدوري والكأس، بالإضافة إلى 50 مباراة إفريقية. وداخل جدران القلعة الحمراء حصل محمد عامر على لقب الدوري الممتاز 7 مرات، وكأس مصر 6 مواسم، ودوري أبطال إفريقيا 2 مرات، وكأس إفريقيا 3 مرات، لكنه يؤكد دائما أن البطولة الأغلى بينها كانت دوري أبطال إفريقيا عام 1982، حيث كانت البطولة الإفريقية الأولى التي يحصل عليها المارد الأحمر. وبعد أن أحرز رفقة الفريق لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987، اختار محمد عامر الاعتزال وعمل بعدها في مجال التدريب، حيث انضم لقطاع الناشئين بالنادي، كما انضم للجهاز الفني لمنتخب مصر لمدة 5 سنوات تحت قيادة المدير الفني محمود الجهري. وبعدها انتقل لرحلة خارج القلعة الحمراء مع التدريب، درب خلالها عددا من الفرق مثل بترول أسيوط وأسمنت السويس. رفيق الخطيب الذي أظهر هيدي كوتي، ده كان عنوان التقرير اللي الحقيقة يعني قصير جدا، وفي أكتر منه بكتير طبعا في مشوار حضرتك ومسيرتك. وحضرتك كده بتتابع التقرير بتمعن، إيه أكتر حاجة يعني توقفت عندها كابتن محمد؟ هو الصورة اللي بتاعت أنا والخطيب الملعب؟ لا أنا وكابتن الخطيب. لو جبت الصورة هتلاقي فيه شبه كبير جدا مننا من بعض. يعني كابتن جوهري كان في ماتش في بطولة أفريقيا وخلينا نغير الفانيلات، الأرقام نفسها، الأرقام أنا لبست 10 والخطيب لبس 12، وانا خدت علقه بقى على ان انا خطيب. افتكروك كابتن محمود. عارف راس حربه، عارف الدوبلير. لا وكان الشعر تقريبا لو جبت الصوره هتلاقي فيه الصوره اهي بالظبط، في كاننا اخوات بالظبط، ففي شبه. فحتى كابتن جوهر جابنا احنا الاثنين وقعدنا وقال لي انا عاوز اعمل حاجه وبتاع. قلت له عايز تعمل ايه يعني؟ قال انا عايز اغير الارقام وعشان نموه على اللعيبه دي وكده ويبعدوا عن الخطيب، بحيث ان طبعا الخطيب ياخد مراقبه وبتاع. بالظبط. في الماتش دوت عملنا جول انا والخطيب. انا عملت بريس على في ناحيه الدرجه الثانيه كده عند ال 18 بتاع الجول كده، عملت بريس وعملت تاكلينج، قمت مزقيها للخطيب. الخطيب كان ظهره للجول عند السنبوكسه بتاع 18، جول من احسن الاجوال اللي حطها الخطيب في حياته. استلمها وهو ظهره للجول وعمل لفها في البعيد، في البعيد. حتى كان هو مع في برنامج مره مع عدنان دوت بتاع الامارات تقريبا، كلمني قال لي فاكر الجول دوت؟ قلت له فاكر طبعا. فنقول من احسن الاجوال في الاجوال اللي جت في حياته يعني.
ذكريات جميله. وانت كمان قلت لي في خلال التقرير كان في وانتوا بدرع الدوري ف لقيت العدد تقريبا كنتوا 6 أو 7 فقلت لي لا ده خط النص بس. خط النص ده يعني خط النص كده خد الدرع الدوري وتصور بيه خط النص كلكم بقى ما شاء الله اسماء يا كابتن يعني. لا ما شاء الله ده يعني كان كل واحد يقوم بفرقه ده حقيقي. وبعدين كان في منافسه شديده جدا بيننا وبين بعض في الـ في الـ في اللعب في الملعب كل واحد عايز يلعب. واحنا 30 لعيب هاي الصوره يعني شوف طبعا شوف نص كابتن صفوت وكابتن رمضان احرف واحد في مصر كلها كابتن صفوت كابتن صفوت الله يرحمه كان حاجه جامده جدا جدا يعني. كابتن رمضان السيد كابتن رمضان السيد وخالد جد الله وشطه وطاهر الشيخ على اللي ماسك الكوره ومجدي عبد الغني اللي قاعد وانا اللي قاعد جنب مجدي ده خط وسط كل واحد فعلا يعني يعمل فرقة فعلا. الحاجه الكويسه ان كان النادي الاهلي موضوع بقى ان احنا نبقى رايحين عشان هنتعادل ولا هيخش فينا جول الكلام ده ما كانش موجود في القاموس خالص بتاعنا. احنا رايحين نكسب والناس مش رايحه تتفرج على النادي الاهلي هيكسب ولا هيخسر ولا هيتعادل. لا ده رايحين يشوفوا كم هدف هيجي ويستمتعوا ويستمتعوا بلعب لان كنا 30 لعيب اللعيبه اللي في الملعب اللعيبه اللي بره تبص على تخضك يعني ما يبقى قاعد بره صفط عبد الحليم وقاعد طاهر الشيخ وممكن في وقت من الاوقات الخطيب قاعد بره وزيزو وفي فرقه بتلعب وبتكسب يعني حاجه تخض ده حقيقي. طبعا كابتن محمد حضرتك كنت جناح مهاجم بالمعنى الحالي للكره الحديثه مين من النهارده من اللعيبه في النادي الاهلي خلينا نقول اللي في مركز حضرتك ولافتين للنظر هو الـ 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 المكان ده فيه انا كنت بلعب ما كنتش بلعب جناح انا كنت وسط ملعب هاف ليفت انا يعني انا كنت جاي من كفر الشيخ راس حربه يعني حضرتك لعبت راس حربه في كنت في كفر الشيخ راس حربه ما كنتش اعرف العب غير راس حربه فعلا وجابوني النادي الاهلي ونزلت الملعب وهديكوتي شافني وكل حاجه وجربني في ماتشات تجريبيه كتيره جدا كبوزيشن راس حربه هو اللي غير مركز حضرتك هو اللي غير المركز قال لي انت هتلعب هاف ليفت انا جاي من كفر الشيخ وانا عايز العب في فرقه كبيره وعاوز العب قلت له ماشي لو عاوز العب خشبه في الملعب العب صحيح طبعا النادي الاهلي عايز تلعب تحط رجلك في الملعب عاوز تلعب وفرصه جايه لك صح عشان كده انا بقول لاي حد بيجي النادي الاهلي جديد ده انت اللي ما لعبش في النادي الاهلي ما لعبش كوره انت فرصه حط رجلك ما تطلعهاش غير بتضلين لغايه لما تبطل كوره عارف لما تروح مكان فيه فلوس وبيديك فلوس بتاع ما تسيبوش الا لما خلص على الفلوس لا خلص يعني حياتك في النادي الاهلي فقلت له ماشي وبدات ان انا اشتغل في المكان واول ماتش في حياتي لعبته كان وينج رايت يعني شوف بقى الدنيا بقى ايه كنا في ماتش جود بالبيس ومصطفى عبده جه الصبح قال له انا عندي شد قال له يعني انت نمت قمت عندك شد ممكن طبعا ممكن الواحد يبقى وهو نايم رجله مزبوط. تبقى في وضع مش مظبوط او حاسس بحاجه في رجله هدي كوتي قال لي حط الشنطه بتاعتك في اوضه اللبس تعالى كنا رايحين المطعم بقى خدني لغايه يوم المطعم المباراة نفسه. يوم المباراه الصبح احنا بنروح كانت مبارياتنا الساعه 3 في استاد القاهره كنا بنروح الساعه 11 نتغدى مفيش بقى معسكرات قبليها لا ما كانش فيه ما انا هقول لحضرتك برضو الايه المعسكرات دي كانت بتتعمل ازاي احنا كنا بنعملها لوحدينا انتوا اللعيبه احنا مجموعه كمان مش كل اللعيبه احنا كنا مجموعه انا والخطيب واكرامي ومختار وكان حمدي جمعه معانا وكان جمال عبد الحميد قبل ما يروح الزمالك وماهر همام
كنا بنعمل معسكر لو في ماتش زمالك تعملوا واتباته بقى عند حد معين كابتن يعني في شقه الخطيب عندي في الشقه بتاعتي لان انا كنت ما اتجوزتش وقاعد في شقه مفروشه وكلام من فكنا نقعد الاسبوع كله في الشقه نطلع من التمرين نجيب اكلنا اللي يكفينا لتاني يوم وناكل ونشرب وقاعدين نتفرج على التلفزيون نلعب كوتشينه اللي نلعب يعني وعاملين معسكر مع نفسينا لان في ماتش مهم بعد اسبوع مع الزمالك انتوا اللي بتقودوا باقي الفريق طب فكنا عايشين حياه احترافيه في عهد هو يعني زي ما بيقولوا كده فطبعا كان اول ماتش ليا مع فهدكوتي خدني من اوضه اللبس لغايه المطعم قال لي انت هتلعب النهارده وينج رايت انا هو قال لي وينج رايت وانا بصيت له كده ف وهتعمل كذا وتعمل كذا وفهمني بقى شويه حاجات اعملها انا ما عنديش مشكله يعني ورحت لعبت وينج رايت كما الكتاب بيقول مثال جبت جول والخطيب جاب جولين في الماتش كسبنا 3 بره بقى كان مين قاعد بره كان قاعد صفوت بره قاعد احتياطي كان طاهر الشيخ وكان تقريبا شطه فطاهر الشيخ ومصطفى عبده بقى جه قاعد بلبسه قاعد بره فمسكوا بقى طاهر قال له بقى جالك اللي هيقعدك في بيتكوا على حضرتك لا هو انت يعني زي ما قالت سام برضو وينج يمين مهاجم يعني هو طبعا من المباراه ديت اتخذت بالشكل ده عملت الوينج رايت كما الكتاب بيقول مصطفى تلاقيه زعل منك بقى لا ده هقول لك ده انا هقول لك دي اثرت مع مصطفى في قد ايه فعلا مصطفى جات له غيره ايجابيه طبعا عارف في السنه دي خد احسن لعيب في مصر كابتن مصطفى ايوه استفاد بسبب الماتش دوت شوف قال لك واحنا كنا ساعتها ايه اللي بيخش اللي بيخش ال 16 كان اينيا 16 من 18 اللي بيخش ال 16 بيبقى لو دخل بقى احتياطي مستني 5 دقايق بس ينزل لو نزل ما حدش يطلعه الا باصابه بقى بانذار بوقف كده بيموت نفسه في الملعب عشان خلاص بدات العب فاللي بره ال 16 بيعاني ما هو مش عارف يخش الموضوع صعب الموضوع صعب لان ال 16 لعيب جامدين جدا واللي بره ال 16 جامدين جدا فالماتش دوت خلى مصطفى عبده ياكل في نفسه وكان احسن لعيب في السنه دي والله العظيم بتدي حوافز كان مدير فني كمان الكابتن بس ده حافز ايجابي عارف ما تاخدش العكس الكابتن كان مدير فني ويعرف لو اللعيب عندي خلاص ضامن ان انا بلعب بيجيب له واحد كويس يلعب عليه علشان التاني يعني هاني اشتغل في التدريب واحنا يعني لما بيبقى في لعيب بيتدلع شويه نجيب له لعيب من الناشئين ازقه ولو لعيب كويس مجرد بس ان انا ادي له قلم بس صغير كده احسسه ان العمليه مش واقفه عليك صح لازم يبقى في منافس كابتن محمد ما ردتش على سؤالي تقييمك ايه لوليد سليمان اجاييه الشيخ الشحات من تاني عندنا مين كهرباء كهرباء وليد سليمان يعني انا بقول عليه ان هو راجل من الناس اللي يعني معدنهم جيد جدا جدا لانه اولا سنه كبير وبيقعد احتياطي وما بيتكلمش مظبوط وبينزل 5 دقايق بيأدي كأنه بيلعب 90 دقيقة بينزل 10 دقايق بينزل يحط جول بينزل يكسب النادي الأهلي بيبقى مبسوط جدا دليل انه قاعد بره مركز بشكل كبير جدا ده بيعيش عيشة احترافية بحتة ده انا بعظم له وليد سليمان لا طبعا وليد سليمان احمد الشيخ احمد الشيخ لعيب جيد جدا وبس هو محتاج يعني يهين نفسه شويه في الملعب يهين نفسه يبقى عنده الروح القتاليه عاليه شويه يعني بيهين نفسه يعني يتزحلق يعمل تاكلينج يعني الروح القتاليه يعني هو عند يعني عشان هو لعبه بس مهاري اكتر مهاري شويه فلكن وطبعا دي بتبقى صعبه عليه شويه لانه طبعا كبير الحاجات دي ممكن بنغرزها في الناشئين وهم صغيرين الولاد بنمسكهم بنقول لهم احنا في النادي الاهلي ما عندناش هنا مركز
لا تاني ولا تالت، احنا بنلعب على الاول. صح. فبيبقى عنده رغبة الفوز نمرة واحد يحطها في اعتباره، الإرادة القوية لازم تبقى عنده، الروح القتالية في الملعب تبقى موجودة، لأن احنا النادي الأهلي على مدار السنين كلها من أيامينا هاني لغاية ما النهاردة، ممكن مثلا المنافس بتاعنا الزمالك طبيعي، ممكن يبقى نادي الزمالك فنيا أعلى مننا ممكن في سنة من السنين، لكن احنا بنكسبه، واحنا ممكن يكون في مثلا عندنا افراد فنيا مش قد نادي الزمالك، لكن عندنا الروح القتاليه وروح الفنيله الحمراء بتغلب لحظة. على لاخر لحظه. ده صحيح، ده صحيح. وبمناسبه حضرتك كمان خلال التقرير بيقول ان من الحاجات المهمه جدا في ذكريات حضرتك كانت البطوله الافريقيه طبعا سنه 82. سنه 82 فدي ذكرى جميله جدا، وبيليها طبعا يوم 27 نوفمبر في يوم تاريخي طبعا في تاريخ الكره المصريه عامه. خلينا نتكلم ان اول مره في تاريخ الشامبيونز ليج الافريقي في فرقتين من بلد واحده في مصر، وده نجاح كبير جدا للكره المصريه والمباراه كمان في مصر. المقارنات ازاي وعشت ليله مباراه كبيره زي مباراه النهائي اللي خدنا فيها الكاس الغاليه سنه 82 ورفعناها، كان في اسك ابيجان، في لا في كان كوتوكو في كوماسي، في كوماسي. فلحظه يعني ليله المباراه قضيتوها ازاي يا كابتن؟ ده ما انا ده مش ليله المباراه، ده الرحله الافريقيه كلها من الاول. اول ما طلعت عارف زمان كان بيبقى رحله طويله، مثلا رايحين غانا او رايحين الكاميرون طياره في الاسبوع رحله واحده، مش في اليوم، مش في اليوم لا، يعني طياره كل اسبوع وتبقى رايحه ترانزيت يعني ممكن بتوصلي في 17 18 ساعه بالترانزيت بتاعه كده. دي احنا رحناها في طياره خاصه، طياره حربيه. الرئيس ساعتها كان حسني مبارك جاب لنا طياره حربيه وحطوا لنا فيها دكك في الطياره جوه، طياره كبيره، طياره من جوه فاضيه، ومرمين الشنط ورا شنطنا وجايبين من الاستراحه بتاعتنا اللي في النادي دي اللي كنا بننام فيها مراتب المراتب السفنج ورامينها ورا، لان احنا المطار بتاع كوماسي مطار حربي ما بينزلش فيه الطيارات المدنيه. فعشان كده خدنا الطياره الحربيه دي. المسافه من هنا لكوماسي للمطار الحربي دوت 14 ساعة في الجو. كان معانا طقمين طيارة غيروا، نزلتوا طبعا عملتوا، لا ما نزلناش، وهي 14 سنة ومونت نفسها من فوق والطقمين الطيارة غيروا مع بعض 14 ساعة ما نزلناش. رحلة طويلة قوي. رحلة طويلة جدا. وبعدين لما رحنا هناك بقى الفندق والناس ليلة المباراة، احنا طبعا كنا كسبانين هنا في مصر 3-0 الماتش بتاع مصر دوت. لما انا دايما اقول للناس، اقول لهم عايزين تتفرجوا على الجيل بتاعنا، اتفرجوا على ماتش كوتوكو 3-0 في استاد القاهره. شوفوا الجيل بتاعنا، ماتش كبير. نعم ماتش كبير، كبير جدا، كبير. يعني كلنا بنلعب بروح قتاليه غير عاديه. يعني مصطفى عبده اللي ما كانش يعني ممكن يعني ما يقاتلش ويزحلق، الزحل على اول الأرض. واحد كان بيقاتل في المباراه دي. فطبعا احنا الماتش مش سهل، ورحنا هناك الجماهير جت لنا الساعه 5 الصبح، صحتنا من النوم وخبطوا على الشبابيك. فده كمان اجهاد كان اكبر. يعني 5 الصبح صحينا خلاص، ما نمتوش يعني، يعتبر ما نمناش. وبعدين رحنا بالاتوبيس، وقفونا قدام الاستاد لغايه قبل الماتش ما يبدا بربع ساعه. فاحنا طبعا قبل الماتش ما يبدا بربع ساعه. ايوه. طب ما فيش تسخين ولا ما هو احنا في لما لقينا الدنيا بقى ايه مقفله كده، قالوا لنا كل واحد يلا ينزل سخن. لبسنا في الاتوبيس والله، ونزلنا من الاتوبيس نجري على الملعب لان الماتش هيبدا يعني ربع ساعه. فضل ما سخناش احنا كنا بقى في غيبوبه
تلت ساعه بالظبط يعني احنا ما سخناش وبنلعب وبدا الماتش يعني وطبعا مش قادرين نتلم على نفسينا احنا وكانت الجو حر كمان جدا كان الماتش الساعه 3 الظهر اعتقد يعني ايوه 3 الظهر ف اترزعنا جول في الثلث ساعه الاولانيه قلنا بقى ايه ده احنا الجول ده وفوقنا خلينا كل واحد يرجع ما هو الثلث ساعه دي جرينا بقى انت خدتوها تسخين الثلث ساعه الاولانيه دي تبقى تسخين يعني صحيح مسكنا نفسينا بقى وقدرنا الحمد لله نجيب جول الخطيب مختار عملها له الخطيب جاب الجول اللي ساعدنا كمان قوي في الماتش ده ان الملعب كان عامل زي الغيط يعني ما ينفعش تلعب عليه كوره اصلا يعني واحنا كنا واخدين على طبعا هنا كنا بنروح دمياط بنلاقي ملاعب زفت بنروح مش عارف فين حتى الملاعب في الدوري كانت ملاعب سيئه جدا طبعا مش زي دلوقتي ده دلوقتي يعني لا دلوقتي ده احنا في نعيم دلوقتي احنا في نعيم طبعا احنا كنا بنلاقي ملاعب مش كويسه خالص يعني طبعا بطوله غاليه وناخد الناس عايزه تاخد خدنا البطوله كان ينكر بتاع فوق ال 40,000 متفرج في استاد صغير جدا خدنا البطوله ورجعنا والغريب يعني كمان ان الرئيس الغاني هو اللي سلمكم الكاس صح أيوه. في الملعب وانتوا كنتوا كمان لابسين اخضر برضو كنا لابسين اخضر أيوه. لانهم بيلبسوا احمر أيوه. اصلا هناك فخدنا رجعنا بالكاس يعني بفضل الله كان مصر كلها مستنيانا احنا على سلم على الطياره ما نزلناش من على سلم الطياره نزلنا على الارض احنا دخلونا كان في جمهور دخل لغايه الطياره جوه والله وشالونا لغايه صاله كبار الزوار وطبعا كان موجود بقى التلفزيون ووزير الرياضه وكل الناس والمسؤولين طبعا والمسؤولين وبعدين رحنا مشينا من المطار لغايه النادي الاهلي في الجزيره في 6 ساعات بسبب طبعا الجمهور وعربيات وجمهور واقف فوق الاتوبيس مطبق السقف فوقينا واحنا مبسوطين موجودين بقى في الاتوبيس مبسوطين يعني حاجه واول بطوله افريقيه تخش النادي الاهلي فاكر المكافاه اللي اداها لكم او يعني منحها لكم رئيس الوزراء ساعتها فؤاد محي الدين لكل لاعب لا انا فاكر دي اكتر سنه خدنا فيها فلوس يعني 2000 جنيه كابتن محمد ما انا هقول لك 2000 جنيه دول خدنا الدوري في السنه دي خدنا الدوري كام دلوقتي كده ال 2000 جنيه يعني كانوا يعملوا كام دلوقتي في الايام دي لا هو طبعا هو بيبقى الامور هو ساعتها طبعا رقم خدنا 10000 جنيه 10000 جنيه مكافاه افريقيا و 2000 جنيه دوري وبقى هدايا بقى من مش عارف منين طبعًا. كل محبي النادي الاهلي يعني بس يعني عايزين ننقل الروح دي كمان واحنا داخلين على مباراه نهائيه يعني مش ننقل الروح بمعنى ننقل الروح لكن الناس كمان واللعيبه لو بتتفرج علينا تحس قد ايه وحضرتك بتتكلم على الروح القتاليه وان الكابتن مصطفى عبده احنا عارفين كابتن مصطفى عبده ما بيعملش تاكلين كتير لكن من الماتشات اللي زي ديت بنتكلم على فنيات وبنتكلم على خطط وبنتكلم لكن تبقى روح الفانيلا الحمراء وروح النادي مزبوط. الاهلي هو ده كابتن الفارق ما بين يعني هو ده الفارق ما بين اي فرقه من اللعيبه بصراحه ايوه ده ما هو ده الفرق يعني انت حتى لما بتبقى مدرب وماسك فرقه وعاوزها تكسب حتى لو لعبتك 60% اشتغل مع معنوي الحته المعنويه مهمه جدا والشحن المعنوي مهم جدا فاحنا مقبلين على مباراه يوم 27 يعني الحاجه الجميله ان بقى النهائي مصري صحيح احنا عايزين يعني ندي رساله لكل الناس حتى الاعلاميين برافو عليك ما الاعلاميين ما يولعوش الدنيا برافو عليك صح احنا عاوزين بدأوا من امبارح يعني الناس ولسه هتزيد كمان يا كابتن حتى انا بقول للناس على السوشيال ميديا برضو على الفيسبوك وعلى الواتساب ومش عارف ايه بي بي في ناس غير طبيعيين في كلامهم على من الاهلي على الزمالك ومن الزمالك على الاهلي بدات يا كابتن محمد وكمان مرشحه للزياده يعني حضرتك كنت بتتكلم في اجواء المشحنات والتسخين بدا حقيقي بس الخوف من انه يعني هيزداد في الفتره اللي جايه اليوم أيوة المباراه ايوه طبعا ما هو المشحنه بتاع الشحن الغير ايجابي دوت ما هو اللعيبه بتخش على الفيسبوك وبتشوف وبتشوف السوشيال ميديا التلفزيون وبتشوف البرامج وبتشوف هينزلوا مش هتبقى مباراه ايه نصايح حضرتك صح. بقى في الفتره دي
ايه اللي المفروض وسائل الاعلام تعمله، وسائل الاتصال الاجتماعي ان هي تعمله؟ حضرتك يعني تنصح الاعلام بايه اولا؟ اولا انا عايز اقول للمسؤولين، مسؤولين الدوله، اتحاد الكوره يعني، مسؤولين الدوله كلهم، احنا اولا ده نهائي مصري، صورة مصر نفسها. الكلام يطلع بـ 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 بنشرة للصحافة والإعلام إن إحنا لازم يبقى منظرنا كويس، إحنا صح. لازم مصر، دي مصر في الأول والآخر. انتماءاتك أنت إيه، أهلاوي وزملكاوي؟ أنا عاوز الأهلي يكسب طبيعي، يكسب طبيعي. بالروح وبالقتال في الملعب وبشغل المدرب وبشغل اللعيبة وبالروح القتالية يكسب. وزي ما بنشوف كده فرقتين في اسبانيا، ريال مدريد وبرشلونه، بيموتوا بعض في الملعب وبيطلعوا المدرب بتاع برشلونه بيسلم على اللعيبه بتاعت ريال مدريد. صحيح. دور يعني المسؤولين ده، حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، يمكن احنا كنا بنتكلم التعصب نفسه ما بيجيش بس من الجماهير، الجماهير بتاخد الشراره من تصريح مسؤول، أيوة. من تصريح لعيب، من تصريح بعض المسؤولين. يعني انا بتكلم على مستوى الناديين، انا بتكلم كمان على مش يعني ال في بعض التصريحات بتبقى مستفزه شويه، دي اللي بتعمل شراره. فاحنا بنقول على مستوى المسؤولين، احنا طبعا النادي الاهلي دايما مسؤول، والجماهير طبعا ما بتصدق كمان، فالموضوع بيكبر بزياده. فاحنا زي ما انت بتقول كابتن، احنا بندعو ان الناس دي تبقى هاديه، ندعو ان شاء الله ان يوم النهائي ده يكون احتفاليه كبيره جدا، يوم تاريخي. احنا كأهلاوية نتمنى اكيد النادي الاهلي، ونحترم طبعا كمان ان الزملكاوي يتمنى نادي الزمالك. أيوة، هو شيء طبيعي، هو يعني شيء طبيعي. انت عايز تلغي رغبته ليه؟ يعني ما كل واحد ليه انتماء، كل واحد ليه رغبه في شيء بيتمناها، لكن في واحد بياخدها واحد ما بياخدهاش. صح، ان شاء الله الاهلي هياخدها كابتن محمد ان شاء الله. طبعا ان شاء الله قدها ان شاء الله باذن الله. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل لسه مشرفنا الكابتن الكبير كابتن محمد علي. اتفضل. كابتن محمد عامر كان في فترة الثمانينات أعتقد كان لاعب كبير جدا، انتقل للأهلي وكان أغلى لاعب ساعتها، وكان لاعب خط وسط ممتاز. كابتن محمد عامر من اللعيبة المحترمة اللي لعبت في النادي الأهلي قوي، ما دخل النادي وخرج من النادي ما عملش اي مشاكل، ما سمعناش عنه اي مشكله. هو اللي انا فاكره له ان هو كانت في ماتش اهلي وزمالك دخل جون التعادل للنادي الاهلي. كابتن محمد عامر من الشخصيات المحترمه طبعا، وبرضه دلوقتي من المدربين او اللي كان المدربين الكويسين جدا. وماشي مختار ولعبها بالعرض، محمد عامر هو جول هو جول هو جول. كابتن محمد عامر انا فاكره بالاداء المميز بتاعه، فاكر اول هدف جابه في اول لقاء، كان اول ماتش ليه تقريبا، كان بعد ما الكابتن محمود الخطيب جاب هدفين تقريبا، هو جاب هدف، وكان هدف انا فاكر انه كان هدف مميز يعني. كان في التشكيله مع الكابتن محمود الخطيب، والماتش ده كان مهم جدا، والماتش ده كسب الاهلي 3-0، وكان جونين للكابتن محمود الخطيب وجون للكابتن محمد عامر. حتى في الرحله التدريبيه بتاعته برضك مميز، وما شاء الله عليه يعني، ربنا يديله الصحة. رجعنا مع حضراتكم والكابتن الكبير محمد عامر، واحنا بنتفرج حاسس عايز تنزل تلعب تاني، حاسس كده الاجوان سخنتك وحسيت ان انا عايزك تيجي بقى تلعب معانا في الشمس هناك في والله يعني ان شاء الله باذن الله نلعب حد الثلاث وخميس يعني. حسيت انك عايز الايام ترجع بيك. والله احلى ايام في الدنيا، الواحد كان ينزل عشان يمتع الجمهور، ده متعه كانت عند الواحد كبيره جدا يعني. احنا كنا اما بنتجمع ونتكلم مع بعض في الاستاد قبل الماتش، ما كناش نقول ما يا جماعه عايزين نكسب عشان مثلا هناخد مكافاه ولا كده، احنا اياميها كان كنا هواه، ما كانش نعم عشان تسعدوا الجماهير. والله ما ده هو ده كلامنا مع بعض يعني، يا جماعه عايزين الناس دي تروح مبسوطه. ف واضح ان حضرتك كمان من الناس الهدافه، كمان بتعمل اسيست كويس وهداف كويس على الجون وعلى المرمى، وعملت جون للكابتن محمود الخطيب. تفتكر يعني الجون اللي انت عملته كابتن محمود كان مهم جدا وتفتكره لغايه دلوقتي يعني؟ بص لو رجعت بالتقرير او في الاجوال اللي جت، في كره انا عملتها من ناحيه الليفت
اوفر في وسط السرد باكين على رجل الخطيب. اللي الكابتن خطيب حطها يعني ما بين الاوفر من كان انا عند الرايه بالظبط وانا بجري عملت اوفر للخطيب على في وسط السرد باكين. هو بيجري وسط السرد باكين انا عملتها له عليه بالظبط عنده بالظبط لو جبتها حتى بالرغم ان حضرتك ما كنتش اشول كمان. لا انا ما كنتش اشول بس انا بلعب بشمالي ويميني يعني انا مش اشول اشول يعني لكن بتلعب زي الشيخ مثلا او كده او وليد سليمان. لا انا بلعب برجل اليمين بس بلعب برجل الشمال كمان. طب في واحد من اللي اتكلموا في التقرير كان يعني فاكر لحضرتك قوي الجول اللي دخلته كان الاهلي والزمالك ودخلته في شباك الزمالك تفتكر لنا ذكرياته؟ كان الماتش ده في 80 81. كان كالوتشاي ماسكنا في المباراه دي وفي اول 4 دقائق حطيت هدف فينا كان هدف عكس يعني مجدي شلبي كان ماشي بالكوره وعدى من شطه وعملها بالعرض. كان سعيد الجداي ساعتها رايح عليه على القائم الاولاني انا كنت معاه مان تو مان. انا رحت قبليه عشان اقطع كوره اطلعها كورنر. الكوره دي اللي اتعملت مليون مره مش هتخش جول. ليه؟ لان القائم الاولاني يعني لما تطلع بره كده وتيجي تحط رجلك في الكوره لازم تطلع بره طبيعي. لفت دخلت في الضيقه وكان اكرامي بقى واقف في الجول. اكرامي قعد يلطم على وشه يقول لي حطيت فينا جول يا عامر. وانا يعني طبعا انا مش قادر انطق مش قادر اتكلم. الدنيا سودت قدامي. ما هو انت عارف ماتش قالوا زمالك ده بيتحفر في اذهان الناس من الماتش للماتش. صحيح. وبعدين مين اللي خسرنا؟ محمد عامر جاب جول في نفسه. فبعد 4 دقائق بالظبط انا اللي جبت الجول. الاربع دقائق دول لو جبت سير المباراه في الاربع دقائق هتلاقيني انا بجري في كل حته فيها الكوره. انا عاوز انا اتعود مش عاوز حد تاني يجيب كوره الجول ده. انا اللي عايز اجيبه. وفعلا جت كوره ناحيه المدرجات هناك المواجهه عند ال 18 كده. حسام البدري رمى ناحيه يمنا يعني ناحيه يمين النادي الاهلي يمين النادي الاهلي. حسام البدري اوت رمى مصطفى عبده عملها بدماغه لورا نطت نزلت من تحت 5 لعيبه من الزمالك فاتت منهم 5 لعيبه من الزمالك عشان تجي لي انا احطها بشمالي في عادل مأمور. انا يعني لما حطيتها كنت فرحان في فرح هستيري يعني ما كنت طبعا اكيد لان انا كنت عاوز اجيب الجول وربنا بقى رحم بيا. حضرتك قلت ايه يا كابتن محمد؟ انت كنت بتقول دلوقتي ان مباراه الاهلي والزمالك دي ليها طابع خاص. النهارده الدوري والكاس والنهارده بطوله افريقيا يعني النهائي في الاول مره في التاريخ بين الاهلي والزمالك اكيد خارج الحسابات. لا خارج خالص الحسابات يعني المباراه اللي جايه لابد ان احنا نبقى عاملين حسابها تماما لان اولا الاهدى عصبين الاجهز بدنيا ومعنويا ومش هيتنرفز في الملعب ومش هيتعصب لان العصبيه بتخلي اللعيب يطلع من المود بتاعه على طول على طول. هيكسب المباراه. اولا فرقه نادي الزمالك فرقه كويسه جدا وعندهم عناصر جيده ونفتكر الماتش اللي كسبونا فيه مين العناصر اللي كانت مؤثره في 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 في, في الجول اللي دخلت فينا يعني مين اللي كان اسيست في الجول مين اللي جاب الجول. في بعض العناصر في نادي الزمالك لابد انها يهتم بيها يعني يبقى تحت اهتمامنا عشان ما نديهاش الفرصة انها تتحرك بسهولة تعمل اللي هي عايزاه. ده يعني دور ده دور الجان الساسي طبعا عندهم مفاتيح بن شرقي في مصطفى محمد زيزو. راس حربة ممتاز جدا صحيح. جدا صحيح. وراس حربة واعد وانا اعتقد ان هو هتبقى فرصته في الفتره اللي جايه مع منتخب مصر هتبقى فرصته كبيره جدا اكيد. عندهم واحد مقاتل في الملعب اسمه زيزو
زيزو ده انا بصراحه يعني بحس ان هو فعلا بيلعب بقلب وشغل الناحيه اليمين دي بشكل كبير جدا. فرجاني ساسي لازم بقى يبقى عليه الاهتمام الكبير لان هو بيبقى عنده رؤيه وبيقدر يوصل اللعيبه. ايوه كابتن، بس كل ده هيكلمنا على ده دور طبعا موسيماني، واخدك للقصه ديت. موسيماني قادر ان شاء الله ولعبتنا قادرين، او هو قادر يعني خلاص مفاتيح اللعب كل الفرق بقت مفتوحه في حوالينا. هو احنا بنتكلم عليه كده. بالظبط، هو بيتكلم علينا احنا صح. احنا كمان، لان احنا موسيماني رايك فيه يا كابتن يعني ممكن يدير المباراه دي ازاي، ودوره الفترة اللي فاتت انت شفته ازاي؟ يعني انت دور برضه موسيماني اعتقد كان دور مهم جدا. موسيماني يعني كان حلم حياته انه يجي النادي الاهلي. ده حقيقي. وهو اعتقد قالها في بعض الاحاديث، وانا بحترمه جدا ان هو قال كده، لان اي حد عاوز يلعب بيحب النادي الاهلي، امنيه حياته انه يلعب في النادي الاهلي. اي حد عايز يدرب، احنا كلنا طبعا. انا وانت والتاني اللي منالش تدريب النادي الاهلي برضو ده حلم لاي حلم لينا كلنا. صحيح. فهو قبل المهمه في وقت، اولا الدوري لسه مكملش، داخلين على تصفيات افريقيا، داخلين على مباراه قبل النهائي فكون هو يقبل. هو راجل ما بيخافش، راجل جريء، وبان شغله يعني بدري فأقل توقيت فأقل وقت. وحتى في اول ماتش ليه كان واقف بره والباص باص باص، فهو بيشتغل شغل اوروبي. انا عارف انت هتفهم الكلام اللي انا هقوله. اللعيب ما بيحتفظ بالكره كتير ويمشي بيها كتير، فهو دايما بيخلي الكره عاوز الكره هي اللي تتعب. بالظبط. فحتى بيوفر الجهد للعيب يكمل 90 دقيقة. ما هو انت لما تاخد الكرة وتمشي بها انديفيدوال وتعدي من واحد والتاني وده يزقك وده يديك بالكوع، مرة التانية انت خلصت، ما انتش هتكمل الماتش بدنيا طبعا. بدنيا مش هتكمل، لكن جايالك باص 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 باص، بتوصل بتلعب لقدام، بتوفر جهدك ان انت تنقل نفسك من غير الكوره، من غير ما واحد يخبطك، فانت بتكمل، عندك جهد، عندك الجهد البدني موجود، اللعب السهل اللي بيوصلك لمرمى الخصم بتشتغله وهو مصمم عليه. الحاجه الثانيه، في ربط بين اللعيبه وبعضيها، سواء في الجنب، جنب من الجناب مثلا، جنب اليمين، في ربط بين اللي متطرف واللي في نص الملعب يعني، وشحات وعلي معلول واجاييه، الربط دوت والجبهات موجوده يعني بشكل كويس. الربط ده موجود، الربط بين الخطوط وبعضيها موجود، سرعه التلبيه، الكره بتبقى رايحه المعلول عاليه وهي رايحه باجاييه بيجري له عشان يحط له، بيفاجئوا الخصم بالباص السريع، بالتحرك السريع، وده هي دي سمه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، هو عملها بصراحه. يعني ده انا بحييه على كده، وانا انا انا عارف ان هو مش هيغير كتير في التيم، لان هو حتى في الماتشين اللي هو لعبهم مع الوداد، التغييره الوحيده كانت احمد فتحي معلول اتصاب، احمد فتحي، لكن بقيه الناس كلها موجوده، قفشه على تقريبا التغيير الوحيد هو ده التغيير الوحيد. حسين الشحات كلهم موجودين، يعني كلهم موجودين. فاعتقد ان هو برضو يعني اللعيبه هو مجهزهم كلهم، لان حتى في ماتش اللي طلع الجيش لعب تيم تاني خالص. صحيح. وحتى حاطط كل الناس في الصوره عشان ما يعطلش. صحيح. والتجهيز ده والتحضير ده مهم جدا كابتن، انت عارف مدير فني كبير وعارف. فخلينا نتكلم برضو على التحضير ده، بس نطلع فاصل بعد اذنك. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع الكابتن الكبير محمد عامر. رجعنا مع حضراتكم الكابتن الكبير محمد عامر. كابتن محمد، كنا بنتكلم على عمليه التحضير قبل المباريات الكبيره وقبل مباراه ان شاء الله المباراه النهائي. في مرحلة أكيد كل اللعيبة الدولية حضرتك عارف عندنا أجندة دولية من يوم 9 لغاية يوم 17،
أجندة الدولية. طبعا النهاردة الكابتن حسام البدري مدير الفني للمنتخب تجمع موجود، يمكن التجمع كان موجود من يوم الثلاث لكن التجمع الرسمي إن شاء الله يعني كمان هيكون يوم 9 للمحترفين يوصلوا. رؤيتك إيه للفترة الصعبة اللي جاية، اللي إحنا عندنا ماتشين مع توجو، وطبعا حضرتك عارف إن إحنا من خلال الماتشين اللي فاتوا مع جزر قمر وكينيا اتعادلنا، والمباراتين اللي جايين صعبين. ده بتكلم في إطار كمان استعدادات اللعيبة للمباراة النهائية أكيد عن طريق المنتخب كمان. وطبعا زي ما حضرتك قلت إن المباراتين اللي جايين صعبين، وعشان أنا أتجاوزهم إحنا عندنا دلوقتي في الدوري خلص وفي فرق وقفت، واختياراتي ما تتعداش الأهلي والزمالك، يعني اختياراتي كلها يعني يبقى 90% من اختياراتي تبقى لازم تبقى من اهلي وزمالك. ليه؟ وبيراميدز كمان وبيراميدز عشان هم قريبين يعني لسه، فعشان تجيب حد بقى بعيد بقى له 7-8 شهور زي رمضان صبحي، وانا وده في علامات استفهام على اختياراتي يعني. عليه لو انت يعني انا مش عارف يعني تم 7-8 شهور ما لعبش ماتشات هتقدر تجهزه في 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 الفتره القليله دي، يعني احنا فاضل على الماتش قد ايه؟ ماتش يوم 14 يعني اسبوع فده صعب، ويعني لازم اختياراته تبقى في حدود الاهلي والزمالك، لان النادي الاهلي والنادي الزمالك هيلعبوا بطوله افريقيا ومش هيقفوا وجاهزين بدنيا وفنيا. ف يعني انا مش عارف بقى يعني في بعض الاختيارات. هو النهاردة كان لي كلام مهم جدا كابتن حسام البدري طبعا عن المنتخب الوطني والمواجهتين المهمتين أمام توجو، خلينا نسمعه مع حضراتكم حضرتك والسادة المشاهدين، نسمع ماذا قال حسام البدري. فضل. عملنا القايمة وحطينا في حساباتنا كل الاحتمالات، لسه يعني في أيام متبقية على المباراة الرسمية، وزي ما بقول كرة القدم وارد فيها كل شيء، وزي ما شفنا في إصابات وبتحدث يعني، فبالتالي احنا عاملين حسابنا في الكم وعاملين حسابنا لو حصل إصابات يبقى في بدائل، لكن ما فيش مدرب يعني يتمنى ان هو يبقى أوراقه بتنقص، يعني احنا أوراقنا بتنقص لكن الحمد لله ان احنا عاملين حساباتنا، لكن انا كمدرب بفضل ان كل العناصر تبقى موجودة، والاختيارات الفنية الأخيرة بقى يبقى الكل متاح وانا اللي بختار العناصر الفنية اللي تقدر تمثلني في الآخر. في صعوبات كثيرة واجهناها الفترة اللي فاتت، ان شاء الله يعني الفترة دي افضل كتير، ان شاء الله الظروف تبقى احسن، واحنا متفائلين بالفتره اللي جايه. عندنا هدف واحد دلوقتي، احنا ان شاء الله باذن الله الجولات الاخيره تنتهي في مارس، في مارس ان شاء الله ببدايه الجوله دي ان شاء الله هو الطريق يبقى للتاهل للامم الافريقيه ان شاء الله. الظروف كلها اللي كانت بتتعرض ليها الكره المصريه وتعرضت ليها الكره المصريه والضغط ومسابقات والمحليه، ولابد ان احنا كنا نخوض المسابقات المحلية، وده كان يعني حاجة إيجابية لكن كانت برضو في على الجانب الآخر فيها ضغط كبير جدا، وفي نفس الوقت ارتباطات الأندية بالضغط اللي موجودة فيها سواء أهلي سواء زمالك سواء بيراميدز، كل ده أكيد بيبقى فيه ضغط، لكن الظروف دلوقتي أفضل، لكن نتمنى إن شاء الله بحالة الضغط الكبيرة اللي عاشتها الكرة المصرية واللاعبين اللي معظمهم موجودين معنا دلوقتي يبقى فيه تركيز عن طريق أكيد النواحي الفنية اللي موجودة عندهم وأكيد النواحي اللي موجودة عندنا، لكن الموضوع عاوز طبعا إن هو يبقى فيه بقول تركيز في جدعنة في رغبة في رغبة، لأن الظروف صعبة جدا اللي فاتت دي، فممكن يبقى فيه لعيبة تعبانة ممكن يبقى فيه لعيبة مجهدة، الكلام ده كله احنا بنقول مرحلة بسيطة، ويمكن كلامي في بداية أول يوم مع اللعيبة إن المرحلة دي محتاجة تركيزنا ورغبتنا إن شاء الله إن احنا نحقق حاجة في المباراتين اللي جايين عشان تبقى خطوة إيجابية إن شاء الله في مشوارنا للتأهل إن شاء الله. ده
ابتدى كل لعيب بيقول جدول وصوله، وان شاء الله يمكن بمجرد الانتهاء يعني من المواعيد النهائيه هنعلنه لحضراتكم، هنقول مين جاي امتى ومين. بس طبعا كل لعيب يمكن كان في ماتشات هتتلعب 7 واتاخرت يوم، فكان عندنا لعيبه هتلعب يوم 7 فهيجوا 8. دلوقتي اللعيبة هتلعب 8، في 4 من الخمسة هيلعبوا 8، فطبعا هيوصلوا 9. وارد ان هو يكون يوم 9 ما يشتركوش في التدريب الاول، وفي الحالة دي هيبدأوا ان شاء الله من يوم 10. ان شاء الله حجازي هو اللي هيجي بدري شوية، وان شاء الله ممكن يكون معنا من اول يوم. الحتة اللي انت بتتكلم فيها ديت مفيش منها اي مشاكل خالص، لو في اي حاجة كنا هنتكلم فيها، ولكن كله مؤكد على مواعيد الوصول، ولو في اي مشاكل طبعا احنا بنسعى ان احنا نحلها، لان طبعا احنا حابين ان احنا نبقى موجودين ان شاء الله، موجودين في المباراتين بكامل قوتنا ان شاء الله، لان احنا عندنا هدف ان احنا ان شاء الله خلال المباراتين دولت ان احنا نرجع لصداره المجموعه ان شاء الله. طبعا داخلين على مرحله مهمه بالنسبه لنا، عايزين تكاتف الجميع وعايزين المسانده، ودايما بننتظر المسانده من حضراتكم. كابتن حسام مش من نوع المدربين اللي بيضغط عليهم ولا اي حاجه خالص، وبيشوف وبيعمل اللي هو من وجهه نظره ده لمصلحه منتخب مصر، وده ظهر في مواقف كتير وهيظهر لسه بعد كده في مواقف كتير. احنا بالنسبه للشغل الاداري سريعا، احنا هنخش المعسكر ان شاء الله يوم 9، نتمرن من 9 ل 13 في استاد القاهره ان شاء الله. هنبقى مثبتين الميعاد الساعه 6:30، انتوا عارفين المباراة هتبقى الساعة 9 ان شاء الله. هنخلص المباراة بإذن الله وهنرجع الفندق، هنتعشى سريعا كده قبل بس ما الإجراءات تخلص. ان شاء الله معنا طيارة خاصة، هنسافر على توجو، هنتمرن هناك تمرينة خفيفة يوم 15، ده هتكون في ملعب ترتان جنب الفندق الإقامة على طول. 16 التمرينة الرئيسية على ملعب المباراة، 17 ان شاء الله هنلعب المباراة الساعة 4 بتوقيت توجو، 6 بتوقيت القاهرة، وإن شاء الله بإذن الله نرجع، وإن شاء الله نبقى نرجع منتصرين بإذن الله. يعني من خلال كلام كابتن حسام البدري وأيضا محمد بركات، في حالة من التركيز شديدة جدا في ظل الظروف الصعبة اللي تعرضت لها الكرة المصرية في الفترة الأخيرة. كابتن محمد، تعليقك إيه على اللي قاله كابتن حسام البدري تحديدا، واللي قاله كمان عن إن كل الاحتمالات واردة؟ وطبعا كل الاحتمالات واردة، بس أنا شايف إن الماتش هيبقى سهل بالنسبة لنا إن شاء الله بإذن الله، لأن إحنا عندنا الكم الأكبر من اللعيبة جاهزين، اللي هو لعيبه الاهلي والزمالك نحط عليهم المحترفين بيلعبوا كلهم الاربعه، اذا كان نني ولا محمد صلاح ولا حجازي وتريزيجيه واحمد حسن كوكا طبعا كوكا يعني. فيعني اعتقد ان يعني احنا ما بعدناش، يعني ما فيش حد فيهم الدوره وقع منه مثلا اللياقه البدنيه وقعت منه او كده، كل الناس جاهزه، وهو حاطط بدائل وعامل حسابه على اساس ان لو في اي حد اتاخر على التمرين، في اصابه، في كده، حاطط بدائل. وكمان البدائل اللي كابتن بيتكلم على، هو كمان في عدد كبير، حضرتك عارف ان في عدد كبير دلوقتي في المنتخب لان معسكر مفتوح، المعسكر ان شاء الله يومين 9، فهو بيتكلم على بدائل، خاصة ان طاهر محمد طاهر جاله شد في العضلة الأمامية، وبالتالي اعتقد دي فرصة كمان لمحمود كهربا ان هو يخش في القائمة، لان على المستوى الفني كهربا ماشي بشكل كويس، ناهي، وحضرتك بتتكلم في نقطة مهمة ان هو ناهي الموسم بشكل كويس جدا بالزبط. فنيا كمان كويس، وكان اعتقادي كان برضو كان في تفكير سابق لوجود محمود. انت بتتكلم على طاهر محمد طاهر، ده في كمان رمضان صبحي بقاله فتره طويله جدا ما لعبش، فانت يعني بلاش تيجي على حد في قال كده على فكره كابتن حسام بيفكر انه يعني احتمال وارد بعد خروج او بعد اصابه طاهر محمد طاهر انه بيفكر في محمود كهربا انه يكون متواجد معاه. ده لازم يبقى موجود، لازم يبقى موجود ويبقى موجود معاك عشان تبقى انت واخد كل احتياطاتك. وانا زي ما بقول لحضرتك كده، المباراه هتبقى سهله، لان اولا المحترفين ولاعيبه الاهلي والزمالك جاهزين وجاهزين قدام عيوننا كلنا، احنا شايفينهم في ماتش الوداد وماتش الرجاء.
المحترفين احنا متابعينهم في بطولة اوروبا وفي الدوريات بتاعتهم كلهم بيلعبوا وبالامانه بسيره المحترفين لازم اقول برضو كلمه في حق حضرتك، لان برضو بنتكلم على صلاح وتالقه والارقام القياسيه اللي بيحققها. يعني حضرتك فاكر انا كنت ماسك المنتخب الاولمبي وكان في جاي نادي المقاولين وقابلت حضرتك وقلت لي انا عندي كابتن هاني تعالى عندي ليك هديه، قلت لك يا كابتن محمد، قال لي عندي ليك لعيب كويس قوي قوي لعيب اشول، قلت لك ساعتها هو يعني مركزه ايه، فقلت لي بيلعب وينج شمال كويس وينج يمين واشول وعنده سرعات كويسه، تعالى بص عليه. فدي برضو حاجه بصراحه تنسب لحضرتك، لان طبعا كلنا فخورين بمحمد دلوقتي بصراحه. لا طبعا طبعا، هو ساعتها انا كنت ماسك نادي المقاولين وكده، وحتى انت كلمتيني قلت لي انت حابب ترشح لي مين من عندك، فقلت لك تعالى بقى عشان ايه، انا عايزك تشوفه بعينيك. وده سنتين هيبقى ميسي مصر. قلت كده يا كابتن؟ والله قلت له كده. هو فاكر هاني بس مش فاكر. في السنه دي انا صعدت النني، كان في علي فتحي باك شمال، الباك شمال اللي كان راح الزمالك بالظبط، وزيكا، وانا كنت جايب معايا اسمه الباك رايت اللي هو كان كنت جايبه معايا من بترول اسيوط، افتكر لك اسمه. المهم لا كان في مجموعه كويسه، مجموعه الاربعه دول عملت لهم عقد 5 سنين عشان اضمن حق نادي المقاولين العرب، محمد صلاح والنني وزيكا، كان في لعيب اسمه زيكا ده كان لعيب جامد جدا، بس هو كان دماغه بايظه شويه. وعلي فتحي ده انا اللي عامل لهم عقود في نادي المقاولين في وجودي هناك. طبعا شيء مهم طبعا محترفين، ويمكن يعني وشايفين كمان النني ما شاء الله. يعني لسه هقول لك في ماتش مانشستر يونايتد كان مان اوف ذا ماتش، يعني حاجه جميله جدا يعني بصراحه. الواحد كابتن محمد، حضرتك دربت في اكتر، يعني ضربت اكتر من فرقه في دوري المظالم، ايه الاصعب، التدريب في دوري المظالم ولا الدوري الممتاز؟ اصعب شيء دور المظالم اللي تحت. اولا بتروحي ملاعب مش كويسه، بتلعبي فرق مجهوله ما انتش عارفاها، لكن الدور الممتاز كله مذاع في التلفزيون وكتاب مفتوح لكل المدربين. انا ببقى شايف الفرقه اللي ماسكها هاني، وهاني شايف الفرقه اللي ماسكها محمد، وكتاب مفتوح بنقدر ان احنا نواجه بعض، ونقدر ان احنا نشتغل على كل واحد يشتغل على الفرقه اللي قدامه، ويحط الخطه اللي هو عاوزها وطريقه اللعب اللي تناسب المباراه او الفرقه اللي جايه له. لكن بس دوري المظالم بيصعد اهوت، عندنا 3 ما شاء الله يعني انديه صعدت خلاص للدوري. طبعا هو بس انا بقول لحضرتك ان هو الشغل فيه مش سهل صعب. عايز كمان يبقى في متابعه، وتروح تتفرج على الفرق الثانيه، ويعني شغل وملاعب سيئه جدا. ما دي المشكله كمان، الملاعب سيئه. صحيح. الملاعب دي يعني من الحاجات اللي يعني بتخلي مستوى الكره متدني جدا، لانك واحنا عايزين نهتم بالقسم الثاني بشكل افضل، على المستوى التنظيمي كمان، على مستوى زي ما حضرتك بتتكلم على البنيه الاساسيه تكون افضل شويه، لان هي ديت زي ما حضرتك عارف في 3 أندية دلوقتي صعدوا. وحضرتك يمكن كنت اشتغلت مع بترول اسيوط في الممتاز وصعدت بيهم للدوري الممتاز. المرحله ديت بتبقى فيها تحديد مصير بشكل او باخر، لان انت كهدفك انك عايز تطلع الدوري الممتاز، انك على الاقل الهدف الاكبر انك تقعد في الدوري. راي حضرتك في ال3 فرق اللي وصلوا، غزل المحله، بتتكلم على البنك الاهلي وسيراميكا، الحظوظ الافضل في الفرق ديت في ال3 فرق دول للبقاء في الدوري او للظهور بشكل مميز؟ هو يعني احنا نفسنا غزل المحله فريق جماهيري، وانا كنت يعني قبل ما اخش كنت سامعكم بتتكلموا على الفرق الجماهيريه، لان الجمهور دوت هو اللي بيطلع الابداع من اللعيب، هو اللي بيطلع دوافع اللعيب. ماتش بدون جمهور هتلاقيه زي التقسيمه، هتلاقي النهارده الدوري الانجليزي الماتشات صعبه جدا على الفرق اللي دايما بتنافس على الدوري.
فتلاقي فرقه من تحت، سيتي المان يونايتد مان سيتي المان يونايتد ليفربول النهارده بقى ظهرت فرق يعني بتكسب وبتجيب جوال يعني عامل الجمهور دلوقتي مش مقصر معاهم، لانه بره عامل الجمهور بيطلع دوافع اللعيب. يعني فرقه ليفربول لما بتلعب قدام جمهورها غير لما بتلعب في في في, في ملعب ما فيهوش واحد بيتفرج، بتفرق أكيد. فاحنا بنتمنى طبعا غزل المحله يبقى موجود، لانه ده فريق عريق صحيح. ونتمنى ان هو يبقى موجود على طول في الدوري الممتاز. لكن هيفرق مع غزل المحله وسيراميكا والبنك الاهلي، هيفرق الامكانيات، مين معاه فلوس هيجيب لعيبه مظبوط، مين معاه فلوس هيجيب مدرب كويس، مين معاه فلوس هيجيب جهاز على اعلى مستوى يقدر يقود في الدوري الممتاز صحيح. احنا بنتكلم على كيان كبير مزبوط. هو غزل المحله، لكن مفيش امكانيات هيضطر بقى يشوف لعيبه في الدرجه الاولى على قد فلوسه بقى مزبوط. ما هو انت ما تبقاش يعني ما معكش فلوس وعايز تاكل تفاح، هتاكل تفاح بس هتاكله مفعص ومعطب وكده، لكن عاوز تجيب لعيبه لازم يبقى فيه امكانيات. فلازم غزل المحله الناس المسؤوله اللي هناك توفر الامكانيات للمدرب اللي هيبقى موجود عشان يجيب لعيبه تساعده في الدوري الممتاز. الدوري الممتاز صعب مش سهل. كلمه صعب. اخيره صحيح. حضرتك توجهها، وحضرتك من النجوم الكبار اللي حققت دوري ابطال افريقيا في سنه من السنين، كلمه توجهها للعيبه وهم داخلين على مباراه يوم 27 نوفمبر. اقول لهم يعني ما يعني ركزوا في المباراه، كل هدفكم ان انتوا تكسبوا المباراه، لكن ما فيش اي حاجه تقودكم العصبيه ولا الشد عصبي، وعشان ما تطلعوش بره مود المباراه، لان حاجات كتيره ممكن تحصل في سير المباراه ممكن تخرجكم عن المود، لكن وتخسروا الكاس. واحنا عاوزين نكسب الكاس للمره التاسعه ان شاء الله باذن الله. وانا بقول لك يا هاني وبقول لك يا سهام ان احنا ان شاء الله هنتجمع هنا يا رب ونحتفل بالكاس باذن واحد ان شاء الله. ادعي يا كابتن. والله بدعي والله والله ادعي بجد والله بدعي كل شويه. اي حد لعب في النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي ازاي يعني. النادي الاهلي ليه فضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى. سامعك يا برجاوي، سامعك يا برجاوي. ادعي يا برجاوي، كلنا ندعي، كلنا نقول يا رب ان شاء الله مش بعيده، مش بعيده ان شاء الله، مش بعيده ان شاء الله. كابتن حضرتك نورتنا النهارده، انا بعتبر ان دي سهره خاصه في البيت الكبير مع الكابتن الكبير كابتن محمد عامر. شكرا جزيلا لك والله، نورتنا وشرفتنا. ويمكن مع نهاية الأسبوع ختامها مسك زي ما بنقول، حضرتك شرفنا. أنا سعيد جدا أن أنا معاكم النهارده والله، خاصة أنت هاني، أنت عارف أن بعزك قد إيه والله. ربنا يكرمك الله يخليك. دي كانت طبعا نهاية أسبوعنا هنا في البيت الكبير، إن شاء الله بداية أسبوع جديد إن شاء الله يوم الأحد الساعة 10 مع يوم جديد في البيت الكبير.